لحضراتكم من جديد. يعني انضم لي النجم النجم الاهلي السابق ونجم منتخب مصر الكابتن كبير احمد ابو مسلم. منور يا نجم. ربنا يخليك يا ميدو وحج مبرور ان شاء الله وتبقى سنه كويسه سعيده. ربنا يخليك. اتمنى التوفيق لنا الدهري. عقبالك. ربنا يخليك. شايفك فورمه وخاسس وبتاع. بتمرن طبعا. هترجع تلعب تاني ولا ايه؟ لا لا يا ريت يا ريت. لا طبعا نرجع نلعب تاني. يعني احنا نطلع مع الكابتن احمد ابو مسلم لغايه لما الكابتن اسامه عرابي يشرفنا ان شاء الله. اكيد طبعا شغل الناس الشاغل مباراه الترجي بكره ان شاء الله. والله ميدو طبعا انت بتلعب خصم قوي جدا، نادي الترجي معروف بامكانياته، فريق كبير من الفرق القويه موجوده في افريقيا، التحدي على طول بين النادي الاهلي وبطولات افريقيا الاهلي او الترجي التونسي. فكان ليا طبعا الحظ ان لعبت طبعا بطوله افريقيا ماتش الترجي هناك اللي هو بتاع سيد عبد الحفيظ، وفي القاهره نفس الكلام. فاللقاءات دي تبقى صعبه شويه، بس طبعا اكيد الميزه اللي عند النادي الاهلي دلوقتي اللي عندنا خبرات اعلى شويه كتير جدا. الفرقه الثانيه شفناها في البطوله العربيه طبعا مش مقياس، بس الفرقه لسه صغيره، اعمارها السنيه صغيره. فشايف اللي احنا عندنا الخبره عنصر يعني الخبره اتقل شويه عندهم طبعا. يعني الخبره ممكن تلعب دور بوخ؟ اكيد طبعا، هي سلاح ذو حدين. عندك الخبره طبعا لو قدرت اول ربع ساعه مع الضغط الجماهيري الموجوده والنادي الاهلي عندك خبره يعني لسه بروح الشباب. ما لا انت الموجود دلوقتي ميدو الناس كانت لعبت قبل كده يعني. عندك احمد فتحي لعب، حسام عاشور. الناس المفهومه الخبره يبقى لعيبه كبيره في السن. لا مش كبيره في السن. انت عندك مثلا حسام عاشور، حسام عاشور يعني مثلا ما جابش 30 سنه يعني 29 28 سنه بس يعني لعب كتير جدا، بطولاته كبيره جدا. فاحنا بنتكلم عنصر الخبره الموجود. انت اول ربع ساعه ان شاء الله لو كان ليك الستارت الاولاني تقدر تعمل تقدر تضغط على الفرقه دي من اول لقاء. اكيد عندك تليفون؟ معايا تليفون مهم جدا يعني نجم الاهلي ومنتخب مصر وحبيبي يعني انا شخصيا الكابتن علي ماهر. اهلا بيك حبيبي يا عبد الحميد، وحشني وانت جدا يا عبد الحميد. وانت كمان وحشني جدا جدا. سلم حبيب قلبي. كابتن علي مبروك. كابتن علي حبيبي يا مسلم. صوتك فين بقى؟ صوتك مش سامعينه حاجه. صوته ده لسه كمان، ده لسه حبيبي. لسه حبيبي ربنا يخليك يا عبد. يعني قبل ما ابارك لك على المكسب يا نجم، عايز ابارك لك على الاداء، وعايز ابارك لك على تغيير الفرقه، وعايز ابارك لك على اسلوبك اللي باين قوي ما شاء الله. يعني الفرقه تحس ان هي بدات، مش بدات، فرقه بتلعب كوره، فرقه ما بتخافش، فرقه عندها ثقه في نفسها، فرقه ما شاء الله يعني كسبانه النهارده ماتش بره ملعبها. يعني الف مبروك على الشكل العام، قبل كمان المبروك على الفوز. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا كريم وجميل قوي. كان معانا بقى لي ماتشين، لعبت ماتش البقاصه، ماتش فرقه تقيله وفرقه كانت جامده كده اكيد، فرقه بالملايين تعمل معانا نتيجه ايجابيه 1-1 وانت اللي تكون بتجيب الاول بالظبط، وتضيع جول لحد اخر ثانيه. وزي ما انت قلت على الحبيب، قلت نقطه مهمه انك انت بتعود على الجراءه، مهم جدا اللعيبه يبقى عنده جراه بالظبط، لان اللعيبه يبقى عندها جراءه، شفنا عندهم الخوف بالظبط. النهارده كان ماتش صعب جدا بتلعب الرجاء، خسران الماتش الاولاني 3 تلعبوا في ملعبهم تكسب 2-0، فدي حاجه محترمه طبعا. لعيبه رجاله بجد صراحه. يعني اللعيبه دايما بقولهم يا عبد الحميد اللي بيتمرنوا عليه هو اللي بطلب منهم يعمل نفسه هايل هايل هايل، هو ده. وبعدين دايما خليك زي ما انت قلت يا عبد الحميد، انا عايز فرقه كوره بالظبط، العب كوره، احنا لعيبه كوره، عايز حد يطفش، بخصم اللي بيطفش 5000 جنيه. هايل هايل، انا احييك جدا. شفت، انا شفت النهارده الماتش، شفت اللعيبه بتلعب من تحت ما بيشتتوش ما شاء الله. المساك بدي للنص الملعب عشان يطلع، يحط المساك تاني عشان يطلع الباك رايت تاني. شفت جمل بصراحه يعني هيفهمها اللي بيفهمهم في الكوره. ف لعيب كوره يا عبد الحميد، بتحس بالكلام ده؟ لعيب الكوره هيحس، كله حاسس، كله حاسس بالشكل العام. والله يا كابتن علي انا مش انت عارف ان انا ما بجاملش حد، ومش هجاملك انت كمان، انت يعني اخ ليا يعني، فاكيد مش هجاملك. لو في حاجه هقول لك عليها هكلمك في نقطه كمان. اكيد انت عارف اعلامنا شكله عامل ازاي، يعني ربنا يصلح الامور. يعني اول ما مسكت فرقه الاسيوطي قال لك علي ماهر مسك الفرقه، ومش عارف مين مسكه، ومش عارف مين، وعلي مش عارف ايه. لا انا بفكرك بس عشان ما تنساش، يعني انت بترد بقوه على كل الناس اللي كانوا مشككين. لو دلوقتي بقول لك ما شاء الله يا علي وهايل واحسن مدربين لغايه الاسبوع الثاني، يعني انا بكلمك بشكرك فعلا ان انت كمان بترد على الناس باداء، بترد عليهم باسلوب وشكل. ربنا كريم اكيد دايما، وربنا دايما بيدي ربنا دايما بيدي للمجتهد واللي بيتعب اكيد ربنا مش هيعطيك تمام. اكيد اكيد. انا مش عايز اطول عليك عشان كمان شكلك تعبان وصوتك، لكن خلي بالك الفرقه هتبدا تعمل لك 1000 حساب بعد كده، فخلي بالك يعني اللي بتمرنوا عليه مره هتتمرنوا عليه 100 مره، فخلي بالك ان شاء الله.
شكرا. ربنا يكرمك ان شاء الله، ويعني كل ماتش ان شاء الله نستنى تليفونك عشان نبارك لك باذن الله. كل التوفيق ليك كابتن علي. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك، ربنا يخليك. يعني بصراحه قبل ما نتكلم على الترجي لازم نتكلم على علي ماهر تحديدا، عامل شكل حلو قوي، وفرقه تحس ان هي فرقه بتلعب كوره دلوقتي. اتفرجت النهارده على شويه كده لاني كنت جاي في الطريق، فرقه بتلعب كوره، بيلعب كوره من تحت، مش خايفين، كسبانين النهارده كمان الرجاء خسران 3-0 الماتش الاولاني في المقاولين، وفرقه كمان في ملعبها، انت عارف الرجاء فرقه رخمه قوي في ملعبها، اكيد صعب، كسبهم 2-0. انا اتفرجت يعني على جزء من اللقاء. كابتن علي عامل شغل كويس جدا. اللعيبه زي ما انت قلت بتلعب كوره مميزه، بتلعب الكوره اللي هي الشورت الباص القصير، بيعملوا بريس قوي جدا. انت شفت ميدو، ركزت كمان، بيعملوا بريس اول ما ياخدوا كوره بسرعه كبيره جدا. ده يرجع لحاجه واحده، كابتن علي الشغل بتاعه باين. لسه طبعا بعد 5-6 اسابيع هتلاقي الدنيا طبعا تتغير احسن من كده بكتير. يا رب. تاني حاجه الاسيوطي زي ما قلنا كابتن علي عنده هناك ميزه موجوده ميدو لازم تعرفها، اللي هو عنده هناك اللعيبه كلها قدام عينه. يعني هناك في المعسكر اللي هو عندهم في القريه الموجوده، اللعيبه بتتمرن قدامه، اللعيبه قاعده هناك في المعسكر على طول، فبيقدر يعمل لها كنترول احسن حاجه. فاللعيب بيبقى مش عنده حاجه الا كره القدم، بيقدر يتمرن كويس، ياكل كويس، الجيم موجود، الفريش، الحاجات كلها اللي بيعملها، اللي هي الاستشفاء بيعملها هناك. فانا شايف ان دي ميزه كبيره لكابتن علي، فاتمنى له التوفيق طبعا. تمام، يعني نرجع تاني لمباراه الترجي. قطعتك انا عشان الكابتن علي. لا مش مشكله، بدل المكسب على طول. يعني احنا قلنا انا عايز افكرك بالمباراتين اللي لعبتهم. كان مباراه في تونس. في تونس واللي هي الهدف الشهير بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ من نص الملعب ده اللي حطه في الجون. حطه بليزنج. كان ساعتها اللقاء صعب جدا يا ميدو. لو جينا نتكلم معنا لقاء الترجي طبعا، كان ساعتها كان الترجي فرقه قويه جدا، كان عندهم لعيبه مميزه، لعيبه قويه جدا. كان راجل راس حربه اللي هو دو سانتوس اللي هو كان موجود، اللي هو جاب فينا جول الاولاني. كان فرقه مميزه، عندك رياض ابو عزيز كان في نص الملعب. عندك رياض الجعيدي في سيرد باك. كانت فرقه تخوف الرجاء طبعا. اللي هو كان الترجي قصدي الفريق اللي يخوفك طبعا. فانا شايف دلوقتي الميزه عندنا الفريق لسه بيكون بقاله سنه ولا سنه ونص. كابتن فوزي بنزرتي مدرب قوي جدا، قدر يجيب جوهري هو ذكي جدا، وقدر يجيب لعيبه مميزه صغيره في السن. تاني حاجه النهارده يعني لو انت متابع ميدو، اللي هو النهارده في التمرين ما جابش ما نزلش النهارده التمرين الرئيسي على استاد برج العرب. راجل اتمرن في السكفه اللي هو اتمرن في الاوتيل، فراجل مركز جدا، عنده لعيبه مميزه. فشايف ان شاء الله احنا اول ربع ساعه دي زي ما كنت بكمل كلامي، سلاح ذو حدين. يعني انت طبعا خبره النادي الاهلي والجماهير والدفعه قويه واستاد برج العرب، وهم عاملين حساب النادي الاهلي، تقدر تخلص الماتش من اول ربع ساعه. هيبقى عندهم الرهبه في الاول. فانت الفرقه الصغيره دي عندك كميدو مشكله، كل ما بتسيبها في الوقت بتقدر تعمل بتخش معاك في الجيم. فنتمنى ان شاء الله نقدر يعني اول ربع ساعه دي يكون عندنا البادره. يعني اكيد يعني قبل ما نتكلم في الفنيات، قول لي ذكرياتك ايه مع الماتشين دول تحديدا. والله كلك ذكريات بتتكلم، يعني مش عايز اقول للناس. لا هو والله اكيد مش الماتش مش هيعدي كده غير لما يكون في حاجه. لا هو الماتش كان الماتش اولا كنا طالعين، ما كانش في ايامها ساعتها طياره خاصه، كنا طالعين طياره مع الجماهير عاديه تونس. فكان معانا نص الجماهير معانا. حلو. فكنا طالعين اول ما ركبنا الطياره فضلنا لحد لما نزلنا ما حدش بينام، نفس التشجيع ونفس الروح وكده. لما رجعنا كان نفس الموضوع، كان احنا كنا بنلعب في المناسبه دي كان في رمضان. فكانت الموضوع في رمضان احنا كنا بنصلي ونقوم يعني نقوم طبعا الاكل مختلف تماما. تقدر تاكل كويس طبعًا. تقدر تنام اكبر عدد من الوقت. كان حتى ساعتها كنا قمنا براحتنا من النوم، بس مستر كان مستر مانويل جوزيل كان ماسكنا ساعتها. فصحانا قال لك الصبح الساعه 12 لازم على الاقل 12 لازم تنزل تاخد فريش كده تلف حوالين اوحش حاجه دي. ايه اوحش حاجه؟ وطبعا احنا صايمين طبعا، ففضلنا فدي اللي كانت صعبه، ان احنا نصحى طبعا. دي من المواقف اللي هي كانت صعبه شويه فينا. تاني حاجه كان لسه سيد راجع من كان سيد ابو حفيظ كان لسه راجع من الرباط، يعني كان لسه من رباط صليب ولسه راجع. ف لما جاب الجون بقى قلت له ايه؟ لا قعد يضحك بالليل، قعدنا نقول له، قلت له ده قالش انت ما تصدقش ما تصدقش اللي انت قصيتها يعني. لا هو من الناس اللي كان لسه راجع، وكان كان سيد من الناس الجميله، يعني اللي هو اللي بيعمل روح في اي حته موجود فيها. يعني عمل سبرنت بعد الجون ده، انا ما كنتش عارف هو راح فين. هو السبرنت ده اللي عملته له التقسيمه ما عملناهاش لحد ما اتفرجنا عليه. مباراه القاهره برضه القاهره كان فيها موقف ميدو كويس انت قلت لي عليه. كان في عمود من عمود الاستاد القاهره، كانت الاضاءه قطعت بتاع 5 دقائق او 10 دقائق، ورجعنا كملنا تاني. وفي كوره طبعا بتاعت ابراهيم سعيد اللي فيها موجوده، اللي هو شاط الكوره من نص الملعب وجت في العارضه، جت لصنديه حطها في العارضه لحد لما جت مش عارف مين في اخر ثلاثه، فتعادلنا 0-0 الماتش ده طبعا. انا بحس انت عايز تقول كلام ويعني ماسك نفسك. لا لا خالص والله، هو انت عارف ان انا على طول بتكلم صريح معاك، انا بتعرف تجيبني يعني.
يعني بس اكيد المباراه بتاعت بكره مختلفه. الترجي احنا شفناه في البطوله العربيه بيقدم كوره، طبعا الدوافع مختلفه خالص، البطوله العربيه عن البطوله الافريقيه مختلفه خالص، اللعيبه هتبقى جايه بدوافع ثانيه خالص، طموحهم واصرارهم بقى مختلف خالص، عندهم شوطين، شوط في القاهره وشوط في تونس. شايف هم ممكن يكونوا بيفكروا ازاي في المباراه؟ هل هيبقوا معتدلين قوي في المباراه من الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، ولا هيغامروا شويه، ولا هيحرصوا شويه بحيث ان هم عندهم شوط ثاني في ملعبهم وجمهورهم؟ طبعا جمهورهم هيبقى مالي الاستاد، وجمهور تونس تعرفوا طبعا يا مسلم، اه موضوع مختلف. تفتكر هم هيفكروا في الماتش ازاي؟ لا هو طبعا هيبتدي اللقاء، هو مش هيعمل ريسك خالص، مش هيقدر، مش هيهاجم طبعا، هيعرف طبعا يقدر يعمل اللي هو زون نص ملعب، بس اول لما تخش نص ملعبه اكيد هيعمل عليك، هيعمل عليك بريس. ورجعنا نتكلم ميدو في حاجه مهمه جدا في فرق شمال افريقيا كلها، فرق شمال افريقيا كلها لو كنا فرق من المغرب او تونس او الجزائر بتقدر بتعمل عليك بريس قوي جدا، فهو اول ربع ساعه ده هيعمل عليك بريس قوي جدا. تاني حاجه هو عنده ميدو متميز، اللي هو عنده خط هجومي قوي جدا والخط النص الملعب قوي جدا، بس عنده مشكله في الدفاع، عنده مشكله في الدفاع كبيره جدا في السرد باكين، عنده في تقل. خلي احنا لسه نتكلم في الفنيات نتكلم لا احنا بنتكلم عامه في الحاجات اللي هي باينه للناس كلها، يعني هي دي باينه عنده كده. عنده لعيبه مميزه تقدر تعمل له الفارق، اللي هو واحد بس اللي يقدر يعمل له الفارق، اللي هو الراجل اللي كان موجود اللي هو في نص الملعب اللي هو فرجان الساسي، ده لعيب مميز، لعيب مميز قوي، مميز جدا. عندك طبعا في خط الهجوم اللي هو فخر الدين بن يوسف، لعيب مميز طبعًا. فهو عنده لعيبه 2 3 خبرات في كل خط بتقدر تعمل له الفريق يعني. فانا شايف اللي هو بكره مش هيعمل شيء خاطر خالص، هيقدر يبدا بالفريق زي ما هو اول ربع ساعه، هيقدر يحرص طبعا عشان عارف قوه النادي الاهلي والضغط النادي الاهلي اللي موجود اول ربع ساعه، الستارت اللي موجود. فانا شايف بكره هيبقى لسه نتمنى احنا طبعا الستارت لو نستفاد منه يعني. اكيد يعني زي ما انت قلت لعيبه مهمه جدا في الرجاء، لكن هو لو احنا حاملين همهم في الترجي، اسف، لو احنا شايلين همهم مثلا ايرادات، هم شايلين همنا 24 ايراد طبعا، احنا بنتكلم في 4 لعيبه او 5 لعيبه، انت بتتكلم في فريق النادي الاهلي كامل يعني. ممكن كمان شريف اكرامي يطلع يهاجم، لو بتتكلم شريف اكرامي عندك، انا هقول لك برده على التشكيله المناسبه اللي ممكن انت تختارها. طب تعالى ناخد امير هشام من معسكر الاقامه في اسكندريه في برج العرب. امير هشام اهلا بيك. ميدو تحياتي ليك وتحياتي الكابتن احمد ابو مسلم وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا امير، انا شايفك يعني مستمتع بالجو في اسكندريه والبسين وراك ويعني واخد لوكيشن، فقول لي الاجواء عندك اخبارها ايه وجو التفاؤل، يعني بتفائل بيك انا. ربنا يخليك كابتن. هو ان شاء الله يعني في حاله تفاؤل كبيره جدا بالنسبه للجو، يمكن الجو دلوقتي بصراحه جو جيد جدا هنا في مدينه الاسكندريه، جو مباريات يا كابتن ميدو، ان شاء الله كمان المباراه هتبقى بدري عن كده شويه، الجو هيبقى مناسب جدا، اتموسفير هيبقى مناسب جدا ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه كبيره وقويه ما بين الاهلي والترجي، واللي اكيد ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يقدر يفوز بيها طبعا بنتيجه يمكن تريحه شويه في ملعب رادس. اي نعم، ملعب رادس يمكن ملعب مفضل بالنسبه لنا، بنقدر ان احنا نفوز عليه، كسبنا عليه اكثر من مباراه، لكن الاهم ان احنا ان شاء الله نبتدي بدايه قويه جدا من خلال مباراه الغد، يقدر النادي ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يحقق نتيجه جيده، نتيجه مش هنقول سكور طبعا، لان احنا بنواجه فريق كبير جدا زي فريق الترجي، الامكانيات كلها متقاربه ما بين الاهلي والترجي، لان ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يحقق نتيجه جيده جدا خلال مباراه الغد. لكن خليني يا كابتن ميدو اقربك شويه من الاجواء هنا. انا كنت لسه هقول لك كده، معسكر اسكندريه او معسكر ما قبل المباراه بالظبط. طبعا خلاص كل اللاعبين دلوقتي في غرفهم بيستعدوا خلاص للمباراه من الناحيه النفسيه، من الناحيه الذهنيه، اكيد كلهم مركزين بشكل كبير جدا في اداء هذه المباراه بشكل جيد. لكن خليني اقول لك النهارده كان برنامج الفريق ابتدى منذ الصباح، الفريق يمكن وصل هنا لمعسكر اسكندريه مساء امبارح مساء بعد اخر مران للفريق في ملعب مختار التتش اللي كان امبارح في تمام الساعه 5 عصرا. النهارده طبعا الفريق كان عنده ميعاد الفطار، بعديه كان اداء صلاه الجمعه اكيد لكل لاعبي النادي الاهلي، ادوا صلاه الجمعه والجهاز الفني، بعديها طبعا كان في بعد صلاه الجمعه مباشره كان في محاضره من كابتن حسام البدري للاعبين، اتكلم اكيد فيها وادى بعض التعليمات المهمه جدا، ركز على ضروره النادي الاهلي ينهي الهجمات بايجابيه، يقدر ان هو يحرز اهداف على قد ما يقدر، كل ما اتيحت فرصه كابتن ميدو زي ما احنا عارفين في مباراه قويه زي دي امام فريق الترجي بتكون فرصه ثمينه جدا، فالمطلوب اكيد من كل مهاجمي النادي الاهلي بتحديد
وليد ازارو اللي هيكون المهاجم النادي الاهلي اساسي بكره ان شاء الله، ان هو يقدر يستغل اي فرصه تتيح له، طبعا ان شاء الله يقدر يحرز اهداف بالنسبه للنادي الاهلي. فاكيد كل لاعبي النادي الاهلي جاهزين بشكل كبير. محاضره يمكن قعدت حوالي نص ساعه تقريبا، بعدها كان في تمام الساعه 2:30 طبعا كان في ميعاد الغداء، بعدها طبعا بحوالي ساعتين او ثلاثه بالظبط كان في تمام الساعه 5 مساء كان مران النادي الاهلي الاخير، والاستعد من خلاله طبعا الاستعداد الكامل لاداء هذه المباراه الهامه امام فريق الترجي التونسي يا كابتن ميدو. لكن الاجواء بشكل عام اجواء جيده جدا، لاعبين النادي الاهلي مركزين بشكل كبير جدا. كابتن حسام البدري مختار 24 لاعب، هو احنا زي ما احنا عارفين القائمه الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي هم عباره عن 25 لاعب بعد رحيل بعض اللاعبين وطبعا بعد الاصابات. يمكن احنا عارفين مروان محسن هو اللاعب المصاب منذ بدايه هذه البطوله من بعد ما كان بيشارك مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه، رحيل احمد حجازي، حسام غالي، عمرو جمال، الهرب، سليماني كوليبالي، طبعا كل دول كانوا متواجدين في قائمه النادي الاهلي. لكن بعديهم قائمه النادي الاهلي بتضم حوالي 25 لاعب، النهارده متواجد 24 لاعب بعد غياب ميدو جابر للاصابه، واللي عنده يمكن اصابه في او كدمه في منشا العضله الاماميه. لكن ال 24 لاعب المتواجدين يا كابتن ميدو يا كابتن ابو مسلم كلهم جاهزين بشكل كبير جدا، سواء من الناحيه النفسيه، الناحيه الذهنيه، بدنيا، فنيا، كلهم جاهزين ان شاء الله لاداء مباراه قويه امام فريق الترجي التونسي. لو عايز نتكلم على التشكيل يا كابتن ميدو الاقرب بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله خلال مباراه الغد، يمكن خلاص كابتن حسام البدري بنسبه كبيره استقر على التشكيل اللي هقوله لك دلوقتي. هيكون شريف اكرامي في حراسه المرمى، ناحيه اليمين هيكون متواجد احمد فتحي، ناحيه الشمال علي معلول، وتعتبر بالنسبه له مباراه خاصه جدا، خصوصا ان هو بيقابل فريق يمكن هو قابله قبل كده كتير في بطولة الدوري التونسي لما كان لاعب في فريق الصفاقسي التونسي. ايضا متواجد في خط الدفاع كل من سعد سمير ورامي ربيعه، امامهم هيكون متواجد كل من حسام عاشور وعمرو السوليه. الخط الامامي بالنسبه للنادي الاهلي لسه في كلام شويه، كابتن حسام البدري محتار في بعض الاسماء، لكن المؤكد عبد الله سعيد هيكون متواجد، جونيور اجاي هيكون متواجد طبعا كوينج، امامه هيكون وليد ازارو. المكان اللي لسه ما تمش الاستقرار عليه بشكل كامل اللي هو المكان وينج يمين، سواء هيكون متواجد احمد الشيخ او وليد سليمان. وليد سليمان يمكن عنده خبرات اكبر شويه، لعب مباريات كتير جدا امام الترجي، قدر انه يحرز تقريبا هدفين في تاريخ مباريات الاهلي والترجي. وليد سليمان يمكن محظوظ شويه على فريق الترجي، وده عامل يكون بيكفئ يعني بيدي ارجحيه اكتر لوليد سليمان ان هو يشارك بشكل اساسي خلال المباراه. في المقابل احمد الشيخ لاعب مهاري بشكل كبير جدا، لاعب مهم، قدم مباراه جيده خلال مباراه طلائع الجيش بالتحديد في الشوط الثاني، قدر ان هو يحرز هدف مهم جدا من كره ثابته، ويمكن الكرات الثابته هتكون عنصر مهم جدا في مباراه صعبه زي دي. بالتالي احمد الشيخ معنويا جاهز بشكل اكبر، خصوصا ان وليد بقى له تدريبين بس بيشارك بشكل كامل خلال مران النادي الاهلي، لانه كان اتعرض لكدمه في الركبه في مباراه طلائع الجيش. بشكل عام سواء احمد الشيخ او وليد سليمان هم جاهزين جدا من خلال التدريبات اللي شفناها سواء النهارده او امبارح، جاهزين بشكل كبير جدا. هيبقى القرار الاخير للكابتن حسام البدري واللي هيشوفه انسب للبدء في هذه المباراه اكيد هيبتدي بيه كابتن حسام البدري. خليني اقول لك النهارده المران الساعه 5 يمكن كان في بعض التدريبات البدنيه الخفيفه وبعض تدريبات الكره الخفيفه، في الاخر كده كان في تقسيمه لفت نظري بشكل كبير جدا وليد ازارو لليوم الثاني على التوالي. وليد ازارو امبارح تالق في التدريبات بشكل جيد جدا، قدر انه يستغل اكثر من فرصه خلال التقسيمه واحرز اكثر من هدف خلال تدريبات امس. النهارده نفس الحال بيستمر عليه وليد ازارو، قدر ان هو يحرز اكثر من هدف رائع جدا خلال تقسيمه الفريق مع نهايه المره النهارده. خليني اقول لك في المقابل شريف اكرامي كان عنده تدريبات منفرده النهارده مع كابتن طارق سليمان طبعا مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. كان شريف بيتمرن لوحده، كان متواجد في التقسيمه كل من احمد عادل ومحمد الشناوي، لكن شريف واضح برضه تركيزه العالي جدا. شريف اكيد احد الحراس المميزين جدا بشكل عام في مصر اكيد، واكيد في افريقيا طبعا، هو اكيد لاعب متواجد في منتخب مصر وحارس اساسي بالنسبه للنادي الاهلي، بالتالي هو عنصر مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي خلال مباراه الغد. مش هيبقى خلاص غير توفيق طبعا ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي، يقدوا مباراه جيده جدا، يقدوا ان شاء الله بشكل مناسب في مباراه قويه زي مباراه الترجي التونسي، عشان ان شاء الله يكون في نتيجه مريحه نسبيا قبل مباراه العوده في ملعب رادس في تونس يوم ان شاء الله 23
من الشهر الجاري. خليني اقول لك يا كابتن ميدو ان كابتن حسام البدري اكد خلال المؤتمر الصحفي النهارده ان النتيجه مش هتحسن من مباراه الذهاب طبعا في اسكندريه بتحديد استاد برج العرب. لا، قال ان المباراه ايا كانت النتيجه بكره هتكون ايه، لا المباراه هتحسم في ملعب رادس بتونس، لكن ان شاء الله نتمنى ان مجموع المباراتين يكون او يصب في مصلحه النادي الاهلي، يقدر من خلال المباراتين ان هو يوصل لدور قبل النهائي من هذه البطوله اللي وحشه اكيد كل جمهور النادي الاهلي، كل جمهور النادي الاهلي اكيد يا امير زي دي. اكيد، خصوصا ان احنا الموسم ده قدرنا ان احنا نحقق بطولتين سواء الدوري ولا الكاس، مستنيين ان شاء الله البطوله الثالثه عشان تبقى ثلاثيه تاريخيه بالنسبه لنا. اكيد ده حلم، ده حلم جمهور النادي الاهلي يا امير. اكيد ده حلم جمهور النادي الاهلي طبعا، كله بيستنى هذه البطوله الافريقيه. يعني عايز تقول لي بسرعه ملامح اليوم بكره هتكون ازاي، او البرنامج المحطوط بكره يعني بسرعه كده هيكون شكله ايه؟ طيب خليني اقول لك بس في البدايه كابتن ميدو، النهارده بعد مباشره بعد العوده من التدريب كان في محاضره اخرى من كابتن حسام البدري. يمكن كابتن حسام البدري بيعتمد بشكل كبير على المحاضرات النظريه، خصوصا من خلالها بيقدر ينقل وجهه نظره للاعبي النادي الاهلي، الفكر اللي ممكن يكون عايز يبتدي بيه هذه المباراه. بكره ان شاء الله هيكون اكيد نفس السياسه او نفس الشكل اللي كان موجود النهارده، هيكون في افطار الصبح اللاعبين، هيكون في محاضره اخرى بالنسبه للنادي الاهلي، هتكون محاضره اخيره وقبل تحرك الفريق طبعا لملعب المباراه بساعه ونص. الفريق هيتحرك حوالي الساعه 5:15 عشان يوصل ان شاء الله في تمام الساعه 5:30 مساء قبل انطلاق المباراه بساعه ونص. اكيد هتكون محاضره مهمه جدا من كابتن حسام البدري، هيدي فيها تعليماته الاخيره ان شاء الله عشان لاعبي النادي الاهلي ينفذوا كل التعليمات اللي اكيد كابتن حسام البدري او اللي هيقولها لهم كابتن حسام البدري. خليني اقول لك الكابتن حسام البدري عنده فكر تكتيكي معين عايز يبتدي بيه هذه المباراه، لكن ان شاء الله نتمنى ان كل لاعبي النادي الاهلي يكونوا موفقين في هذه المباراه، وان شاء الله يقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه، مش ايجابيه بس، احنا ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يعني على الاقل ان شاء الله يكسب 2-0 مثلا او حاجه، هتكون نتيجه مريحه بشكل كبير يا جدا رب يا كابتن ميدو. لكن خليني سريعا يا كابتن ميدو اقول لك ان معايا دلوقتي بعض جماهير النادي الاهلي المتواجدين واللي جم خصيصا من القاهره عشان يأزروا طبعا النادي الاهلي خلال مباراه الغد. برحب بيك في البدايه، واكيد مباراه مهمه جدا بالنسبه لك كاحد جماهير النادي الاهلي، ومباراه صعبه امام فريق الترجي، رؤيتك للمباراه ايه؟ برحب بيك وبرحب بكل مشاهدين قناه الاهلي. ان شاء الله طبعا مباراه صعبه، ونتمنى الفوز نتمنى الفوز للنادي الاهلي، واكيد بطوله وحشانه ونفسنا ترجع للنادي الاهلي مره ثانيه ان شاء الله، وان شاء الله بتمنى الفوز للنادي الاهلي. متوقع مين يتالق من لاعبي النادي الاهلي؟ بتمنى يكون عبد الله السعيد في حالته، ان هو بيبقى في حالته بيبقى النادي الاهلي فايق، ولو وليد ازارو لعب ان شاء الله يكون متالق ويحرز هدف ان شاء الله. ايضا عايز اخد رايك في مباراه الغد، مباراه اكيد مهمه جدا، قول لي الاول انت جاي من القاهره مخصوص عشان الماتش؟ يعني جينا من القاهره امبارح ان شاء الله عشان الماتش وكده، يعني بقى ورا النادي الاهلي، ونخلص بكره الماتش ونرجع بقى تاني على القاهره ان شاء الله. تمام، وانت توقعاتك للماتش؟ تشجع الاهلي؟ تمام، مين ممكن يتالق؟ يعني اتوقع ان شاء الله لو احمد الشيخ بدا بكره يتالق ان شاء الله، ويكون اهم حاجه عبد الله السعيد في حالته، هو او صالح جمعه على حسب يعني اللي هيبدا فيهم ان شاء الله، ويبقى بس التوفيق معانا بكره يعني باذن الله ان شاء الله في الماتش ان شاء الله. خليني اقول لك في ترقب كبير جدا من جمهور النادي الاهلي يا كابتن ميدو، مباراه مهمه زي دي، عشان كده في توافد كبير من جمهور النادي الاهلي سواء اللي متواجدين في الاسكندريه او اللي جايين خصيصا من القاهره عشان حتى يلتقطوا بعض الصور التذكاريه مع لاعبي النادي الاهلي. توقعاتك مباراه الغد ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، فوز يعني مش اقل 2-0 ان شاء الله، واحنا جايين مخصوص من القاهره عشان ورا الفريق بخصوص يوسف وملك وفريد، عايزين يعني بيجروا النادي في كل حته ان شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق باذن الله للنادي الاهلي ان شاء الله وفريق كله باذن الله. ان شاء الله الاهلي يكسب. ان شاء الله الاهلي يكسب. لسه مستمرين معاك يا كابتن ميدو، ويمكن اخر احد الجماهير اللي معانا النهارده حلوه جدا المباراه غدا بكره ان شاء الله فوز الاهلي 2-0، يلا عبد الله السعيد ووليد ازارو ان شاء الله، هيبقى في اجواء احسن من كده، الجماهير كمان هيبقى في ان شاء الله اجواء ان شاء الله. دي كانت بعض اللقاءات يا كابتن ميدو قبل المباراه المهمه جدا امام فريق الترجي التونسي، لو في حاجه عايز تقولها اتفضل يا كابتن ميدو. يعني اجواء حلوه جدا يا امير، يعني قول لي بسرعه وبسرعه قوي لان احنا يعني وقتنا قرب يخلص، قول لي ليه النهارده فريق الترجي ما اتمرنش على الملعب الرئيسي لبرج العرب؟ طيب خليني اقول لك ان طبعا فريق الترجي التونسي ما اتمرنش، هو اتمرن في ملعب الخاص بالاوتيل اللي هو مقيم فيه، ويمكن هو اوتيل قريب من هنا طبعا، المدير الفني بنزرتي اكيد المدير الفني لفريق الترجي التونسي،
خلال تصريحاته قال ان انا لعبت خلاص مباريات كتيره على ملعب استاد برج العرب خلال البطوله العربيه واللي قدر فريق الترجي يحرزها مؤخرا هنا في مصر، فبالتالي هو شايف ان هو مش محتاج ان هو يتمرن خالص على هذا الملعب، وشايف ان لعبته على درايه كامله جدا بالملعب واجواء الملعب. هي اكيد حاجات احنا عارفينها بتبقى قبل المباراه، بتبقى طريقه نفسيه ممكن يكون بيتعامل بيها الفريق التونسي، ومناوشات دايما بتبقى موجوده قبل اي مباراه مهمه، لكن هم عندهم ثقه كبيره جدا في نفسهم، شايفين ان هم ما كانواش محتاجين ان هم يتمرنوا في استاد برج العرب، ودي ممكن تكون ثقه زايده ان شاء الله. نتمنى ان هي تيجي معاهم بنتيجه عكسيه تكون في صالح النادي الاهلي ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي كمان هيكون متواجد بكره حوالي 20,000 متفرج، هيكونوا داعم بشكل كبير للنادي الاهلي يا كابتن ميدو ان شاء الله، ان النادي الاهلي يحقق نتيجة كبيرة خلال مباراة الغد تكون بداية إن شاء الله للصعود للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. يا رب يا أمير يا رب. يعني شكرا جدا، بشكرك جدا على التغطية المميزة دي، إن شاء الله يعني يكلل هذا المجهود بالفوز بكرة إن شاء الله. كمان تغطية الجمهور أعتقد كمان الجماهير اللي هتروح بكرة في نفس اليوم وهترجع، دي يعني كان نفسنا كلنا أو كل الجماهير دي تصور معانا إن شاء الله، يبقى في كاميرا خاصة بكرة إن شاء الله في هذا اللقاء يعني لمشاهدة المشهد بعد المكسب. يا رب دعواتكم إن شاء الله. نطلع فاصل عشان نستقبل النجم الكبير كابتن أسامة عرابي نجم الأهلي ومنتخب مصر. هنشوف الفاصل ده تقرير عن مباراة الأهلي والترجي غدا إن شاء الله. فاصل استنوا. يستعد الأهلي لخوض مباراته المرتقبة مساء السبت أمام الترجي التونسي في أحضان ملعب برج العرب بالإسكندرية في جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا وبحضور 20,000 مشجع. يخوض المدير الفني للأهلي حسام البدري مواجهته الخامسة ضد الترجي التونسي، وسبق أن حسم البدري الفوز مرتين على حساب أبناء باب سويقة، بينما خسر مرة وتعادل مرة. واجه البدري مع الأهلي نظيره الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2010 يوم 3 أكتوبر بالتحديد في جولة الذهاب، وفاز الفريق الأحمر باستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف. وجاءت مباراة الإياب في 17 أكتوبر وخسر الأهلي باستاد رودز بفعل فاعل في مباراة لن ينساها عشاق الفريق الأحمر، بعد أن فاز الترجي بهدف من لمسة يد إنرامو، وجاء رد الاعتبار للبدري وللأهلي في نهائي نسخة 2012 رغم التعادل في مباراة الذهاب في 4 نوفمبر بهدف لكل منهما، وسجل للأحمر السيد حمدي بعد تقدم الفريق التونسي. وفي استاد رادس وفي 17 أكتوبر فاز الأهلي بنتيجة 2-1. حضراتكم من جديد انضمنا على نادي مصر والنادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن اسامه عرابي. اهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا بيك. اتاخرنا عليك ولا اتاخرت علينا؟ انت مواعيدك يعني موجود كالسيف. انا موجود من بدري بس هي الظروف بقى. نور الدنيا يا كابتن. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن مسلم مره ثانيه. اهلا بيك طبعا سعيد اطلع معاك مع كابتن اسامه طبعا مدربي طبعا. ربنا يخليك يا رب. يعني يا كابتن اسامه اكيد طبعا بنتكلم عن مباراه الاهلي والترجي بكره ان شاء الله. شايف المباراه ازاي بشكل عام؟ احنا خلاص احنا يعني اقل عدد ساعات قليل قوي عشان المباراه تبدا ان شاء الله. هي مباراه صعبه ما فيش شك. الكره التونسيه عامه في مواجهات صعبه بقى لنا 30 40 سنه سواء منتخبات سواء انديه، ويمكن اكتر نادي قابل فرقه الترجي في مصر هو النادي الاهلي اكيد 14 مره فمواجهات كتيره.
طبعا كسبنا بعضها وخسرنا بعضها ولكن التفوق كان لينا، فاحنا حافظين بعض حتى لو اللعيبه بتتغير في على مدار السنين يعني، لكن شكل الكره هنا وهنا حافظين بعض وشكل اللعب والاجواء اللي بتحصل والجماهير اللي موجوده في الملعب. فالمباراه صعبه من الناحيه الفنيه ومن الناحيه كمان اللي هي من كتر ما لعبنا بعض في كده تحفظ بيننا احنا الاثنين. فهي ما فيش شك مباراه صعبه، في قدرات هنا هايله في النادي الاهلي، عندنا عامل الملعب والجمهور طبعا اللي هيبقى بكثافه بكره، عندنا لعيبه مميزين. هم 20,000 بس ان شاء الله يبقوا 100,000 ايا كان يعني برضو يبقى. حتى 20,000 عدد مش قليل كويس برضو. عندنا لعيبه كتير عندهم خبرات دوليين، في ماتش اوغندا اكتر من 4-5 فيهم كانوا بيلعبوا. عندك عبد الله السعيد، عندك فتحي، عندك شريف، عندك سعد عندك رامي، عندك يعني ناس كتير، عندك اجاي وليد الشيخ، فناس كتير عندنا خبرات كويسه جدا. في المقابل هم ايضا فريق جيد عنده لعيبه كتير في المنتخب التونسي، كان لسه في مصر وقدر يكسب البطوله العربيه في نفس الملعب اللي هو هيلعب عليه بكره. عندهم لعيبه مميزين في كل الخطوط، بالذات كمان في الخط اللي هو الثلث الاخير من الملعب، عندهم راجل سعد بقير ده لعيب هايل اللي هو رقم 18، عندهم طه الخنيسي المهاجم هايل، فخر الدين بن يوسف، فرجاني ساسي، عندهم مجموعه لعيبه مميزه يعني. كل بالي طبعا في نص الملعب كديفندر، فعشان كده الصعوبه هتيجي من هنا. اولا احنا كمان حتى المنتخب المصري مع المنتخب التونسي في التصفيات الامم الافريقيه، فهتلاقي في عدد من اللعيبه هنا وعدد من اللعيبه هنا مواجهوا بعض في المباراه، فحافظين بعض. كمان معاهم مدرب وطبعا مدرب كمان كبير كابتن فوزي البنزرتي، عنده خبرات كويسه جدا، وايضا الكابتن حسام البدري قدر يكسب الترجي اكتر من مره. فهي المواجهه بين المدربين صعبه والمواجهه بين اللعيبه هتبقى صعبه طبعا، مفيش شك. المباراه صعبه كابتن. طبعا مفيش شك. لكن احنا فرصنا اكتر كنادي اهلي، فرصه اكتر. ابو مسلم كان قبل ما حضرتك تشرفنا كان بيتكلم ان فرق الخبرات بتاعت لعيبه النادي الاهلي ممكن تحسم هذا اللقاء. فرق الخبرات طبعا بتحسم، الملعب ان شاء الله يبقى ليه تاثير كبير، ولكن برضو الناحيه الثانيه في خبرات برضو يعني، ما نقدرش نقول ما فيش خبرات، لان قلت لك في 5-6-7 في المنتخب التونسي، وكمان كانوا لسه هنا في البطوله العربيه. خلي بالك دي اديتهم برضو ثقه في الملعب، ولذلك انا شايف قبل ما انا اخش كان بيتكلم انه مع مراسلنا انه امير هشام فوزي البنسرتي ما راحش الملعب النهارده، حافظه. موضوع بسيط، لا هو في غرور ولا هو في انا عارف، بس يعني طبعا لما الكلام يبقى من مصدر يبقى احسن. انا فاهم، بس انا اقصد ان هو ما فيش مش حكايه غرور ولا حاجه، راجل لعب في الملعب ده كتير، اكتر من 5-6 ماتشات من شهر فات او اقل، التمرين الاخير وكلنا عارفين كده، كلنا لعيبه كوره وعارفين، بيبقى تدريبات بسيطه جدا، حتى في بعض الفرق ممكن ما بتعملهاش يعني، تدريبات تبقى تنشيطيه، فمش شرط يعملها في الملعب يعني، دي مش دليل على غرور ولا حاجه، لكن هو الراجل شايف انه حافظ الملعب ومش محتاج انه يروح. انا لسه كنت بتكلم مع مسلم قبل ما نخش، احنا السنه اللي فاتت في مباراه الوداد المغربي هناك اللي احنا كسبناها فيها 1-0 مع مستر مارتن نيول السنه اللي فاتت، انا كنت مساعد معاه. التمرين اللي قبل الماتش بيومين اللي هي مش زي النهارده ماتش بكره، لا اللي هي بتاعت امبارح، ما رحناش الملعب يعني، الراجل رحنا اليوم الاخير بس اللي هو، لكن اليوم الاساسي بتاعنا بتاع التدريب ما رحناش الملعب، اتمرنا في الجيم وتدريبات تنشيطيه كده في الاوتيل، ونزلنا حمام السباحه وكده. فهي مش حكايه غرور، هي بقى وجهه نظر من المدرب،
ان هو شايف انه مش محتاج انه اليوم الاخير ده يروح، مش فارقه كتير يعني. اكيد يعني. برضو قبل ما اروح لابو مسلم يا كابتن، حبيت اعرف ذكريات، اكيد ليك ذكريات مع فريق ترجي تحديدا. بالنسبه لنا طبعا كتير. ابو مسلم اصلا وسلم كتير كتير. في ذكرى في ذكرى طبعا سيئه وفي ذكرى حلوه، وهي كره القدم كده. سنه 90 انا كنت لسه لاعب، ولعبنا مع الترجي في تونس وتعادلنا 0-0. انا عشان كده بقول لك صعوبه اللقاء انه ممكن ما ينتهيش هنا، هينتهي ممكن يبقى ينتهي في تونس. تعادلنا 0-0 وتخيلنا ان المباراه في القاهره تبقى الموضوع ان شاء الله سهل بالنسبه لنا ونكسب، ولكن حصل ان احنا تعادلنا 0-0 في القاهره ولعبنا ضربات جزاء، وفرقه الترجي كسبت بضربات الجزاء وخرجنا من البطوله. وللاسف انا ضيعت ضربه جزاء من الضربتين، ضيعنا ضربتين جزاء ضيعت واحده. السنه اللي هي بقى 2001 بتبقى صعبه قوي كتير. طبعا احساس صعب، وكمان في استاد القاهره وجماهير طبعا مفيش شك. احساس صعب جدا، ولكن كره القدم كده يعني. زي ما الواحد شارك في مكسب النادي في مباريات كتيره، اكيد بيجي في وقت انك بتخسر يعني. ما كره القدم كده يعني، حياه كده يعني. وذكرى طبعا حلوه جدا اللي هي 2001، ويمكن ابو مسلم كان لاعب في الفرقه مع مستر مانويل جوزيه، انا كنت مساعد معاه. وتعادلنا هنا في القاهره وكسبته هناك السيد عبد الحفيظ، وناس كتير ناس كتير افتكرت ان المباراه برضو هنروح هنتغلب. ورحنا هناك وتعادلنا 1-1 لان احنا كنا متعادلين 0-0 بجون من نص الملعب تقريبا لسيد عبد الحفيظ. وكسبنا، كان دور قبل النهائي، وكسبنا بقى النهائي سان داونز في الـ في الـ خدنا بطوله افريقيا، وكسبنا كايزر شيفز في السوبر. فالماتشين دول اللي انا واجهت فيهم الترجي، مره كلاعب ومره كمساعد مدرب يعني. لكن هي فرقه يعني ابو مسلم، فرقه في كل الاحوال لا يستهان بها يعني. كابتن اسامه اتكلم عن ماتش هناك خلصان 0-0، جينا خلص 0-0 ضربات جزاء طلعت نادي الاهلي يعني. اذا الماتش هينتهي بصفاره الحكم هناك في رادس طبعا. لسه دي الحلقه الاولانيه، دي الجوله الاولانيه اللي انت تقدر تعمل فيها نتيجه كويسه عشان تقدر الماتش الثاني تبقى مستريح فيه. انت بتلعب ميدو فرقه بطل، انت بتلعب فرقه بطل تونس، الترجي فرقه كبيره، فرقه كبيره اخذت افريقيا كتير، فرقه مواجهه زي ما كابتن اسامه قال، لعبنا 14 لقاء ما بينهم. احنا كسبنا 5، هم تعادل 5، اتغلبنا 4 منهم يعني. فرقه برضك الند معاك يعني، هي فرقه مميزه بتقدر تعمل نتائج كويسه، بتقدر تكسب بره ملعبها. ففرقه لقاء صعب جدا زي ما انا قلت. في حاجات معينه في الفرقه دي يعني، في فرقه شمال افريقيا دي سمه موجوده فيهم، مواصفات موجوده فيهم، اللي هي مثلا الضربات الثابته بتلاقيه مثلا بيقدر يتحرك كويس، بيقدر يخطفك في ثانيه معينه. طبعا هادي هتلاقيه اعصابه بتبقى اهدى منك كتير جدا، ممكن يحاول ينرفزك. فهم عندهم اسلوب معين. البريس طبعا زي ما احنا قلنا، يعني انتوا جايبين ضربه الجزاء اللي كابتن اسامه ضيعها يا جماعه يعني، ينفع كده؟ طب يعني لا عادي عادي. انا شوت ضربتين جزاء مع النادي الاهلي، واحده دي ضيعتها وخسرنا بطوله افريقيا او خرجنا من بطوله افريقيا، وواحده 84 كسبنا بيها نهائي بطوله افريقيا سنه 84 مع كانوا ناويين الكاميرون. فهي يعني كره القدم كده يعني. اللي كان الكابتن ثابت الله يرحمه هو اللي كان حارس، وهم احنا ضيعنا ضربتين جزاء وهم ضيعوا واحده تقريبا يعني. صح. اتفضل يا كابتن مسلم. ما ضيعتش ضربات جزاء، ما فيش حاجه. احنا هنشوف. لا مفيش مشكله. بس فبقول لك سمات الفرق اللي هي شمال افريقيا كلها عامه او منتخبات بتفرق عننا بحاجات معينه، مميزات فيهم يعني. هم عندهم ضربات ثابته بتبقى صعبه جدا، بيقدروا يتحركوا كويس جدا، بيقدر في جزء من الثانيه بيقدر يخطف منك الكره في ثانيه. تاني حاجه عندهم اللي هو هدوء الاعصاب، هتلاقيه نازل بكره هادي جدا بلغه الكوره. بلغه الكوره. تاني تالت حاجه هو بيعمل بريس قوي جدا، اول ما يفتقد الكوره هتلاقي بريس جامد جدا. اضيف على اصابه اللقاء طبعا زي ما قلنا، كابتن فوزي بنزرتي مدرب محترم، عارف لعيبه مصر كلها يعني، لعيبه مش النادي الاهلي بس، عارف لعيبه مصر كلها يعني. زي ما انت قلت كابتن محمود الجوهري بالظبط نفس الكلام يعني، حافظ اللعيبه كلها. فهيقدر صعوبه اللقاء هيقدر يحط كل لعيبه، عارف مين قوه في النادي الاهلي، مين كان عبد الله السعيد او صالح لما يلعب، او خط النص في مين، او خط الهجوم هيكون في مين بالظبط. وكمان عندك اجاي كان بيلعب معاهم هناك، فممكن يكون عنده فكره عن حاجه زي كده. وعلي بردك معروف، فانا شايف في عنده لعيبه عارفها. فان شاء الله نتمنى ان شاء الله اللقاء بكره من اول البادره زي ما قلنا، اللقاء الملعب معانا، الجماهير معانا ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله الدفعه الاولانيه دي نخلص الماتش من بدري يعني. اكيد اكيد يعني. يا كابتن اسامه
قبل ما ندخل في فنيات المباراه والتشكيل المتوقع وكابتن حسام ممكن يعمل ايه، التاريخ بيبقى دوره يكاد يكون معدوم. التاريخ احنا قلنا قبل كده واتكلمنا برضو كنت حضرتك معانا، احنا قلنا التاريخ فيما قبل، لكن ما اقدرش اقول ان التاريخ ممكن يحسم او نقول التاريخ النادي الاهلي كان بيكسب الترجي كتير فممكن بكره يكون الموضوع مرجح للاهلي عشان التاريخ كان بيكسب الاهلي او بيرجح كفته. اعتقد الموضوع بعيد عن الماتشات اللي قبل كده. لا هو التاريخ مهم. يعني عايز اقول لك على حاجه برضو قبل ما حضرتك تتكلم، الاهلي فاز في 5 لقاءات من 14 مباراه، الترجي فاز في 3 وتعادلوا في 6 مرات. يعني انا اقصد الامور قريبه. التاريخ احيانا بيدي مؤشرات في بعض الاوقات، ولكن الحاله النهائيه اللي هي الحاله اللي عليها اللعيبه دلوقتي، ده هدف سيد عبد الحفيظ سيد بص ميدو الكره لكن اقصد يا ابو مسلم لا الكره اللي قبليها شايط اصلا مسلم راح قال له انت لا 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 طيب لا ده بعد كده بقول لك الكره اللي قبليها اللي احنا بقول لك الذكرى كانت موجوده. بص كابتن كم مره جت في العارضه، يعني لو جاب لك الكره اللي قبليها هات الكره، حاولوا تجيب الكره اللي قبليها يا جماعه كده، يعني دي كانت في استاد القاهره عندنا اللي هو كان 0-0 اهي ديت. بص ابراهيم سعيد شوط من نص الملعب اوف، رجعت لحد ثاني حطها في العارضه، رجعت لصنديه حطها في البص ثالث في العارضه. انا بعد الكره دي قلت خلاص مش هخش جون النهارده، قلت صعبه جدا يعني مستحيل تخش مستحيل. النوادر دي يا كابتن اسام صعبه، انا ما كنتش فاكر الكره دي. لا دي من النوادر دي دي انا فاكرها لحد دلوقتي. سعيد كمان حط الكره ايه يعني 3 مرات، انا قلت النهارده احنا عشان نجيب جون خلاص، انا قلت خلاص ده بس الجون فاضي صنديه صنديه تاني ها ده رضا شحاته جت لصنديه تاني عملها كده. رضا مش فاضي دلوقتي، رضا بياكل دلوقتي هو يستاكل. علاء ابراهيم بقول لك علاء ابراهيم مش رضا شحاته، لا ده رضا شحاته خلي بالك. لا رضا شحاته، رضا شحاته انت مش عارف اكتر من ابو مسلم مصلوح. انا يعني كنت في الملعب خلي بالك، هو كان في الملعب حافظها انا من بدري دوت، كان في الملعب الراجل يعني اكدبه واصدقك. طب هتيجي هيك لا ده دي الجون الجون سيد والله حرام عليك ده صدها وقصدها كمان. لا الراجل ده هو شايف المباراه خدها على الطاير، هي طبعا خدمته الكره فيها توفيق فخدمته، هو موجهها هو شايطها في الجون طبعا. بس عايز اقول لك على حاجه، يعني كابتن سيد ابو حفيظ بيعمل حاجات غريبه، كابتن اسامه عارف التمرين، يعني تلاقي ماشي من الجنب كده بيعمل اوفر تلاقيه داخله في البعيده، هو بيعمل حاجات بتاعته كده برضه مصمم عند يعني خيال. لا هو بيعمل حاجات يعني لا هو لا ما تكلمش حاجه، هو بيعمل حاجات يعني حاجات ما حدش توقعها يعني ما حدش توقعها. جميله اتفضل يا كابتن اسامه. فزي ما قلنا التاريخ مهم، لكن مش هو اللي هيحسم اللقاء، هو الحاله اللي عليها اللعيبه بكره ويوم زي ما اتفقنا ان الماتش ممكن ما ينفيش بكره في فرادس يوم 23، هو الحاله اللي فيها اللعيبه دلوقتي هي اللي هتبقى العنصر الحاسم، مع التوفيق هيروح لمين؟ واحيانا انت بتأدي اللي عليك ولكن التوفيق ما بيكونش حليفك يعني. ف انا شايف القوتين متقارب يعني في تقارب في القوه، وان كان طبعا النادي الاهلي عنده خبرات في اوقات معينه في لعيبه معين اكتر، عنده حلول لكن عنده حلول، لكن ايضا الترجي في حاله فنيه كويسه وعنده لعيبه زي ما قلنا في المنتخب التونسي، فالامور متقاربه وان كان طبعا ان شاء الله ملعبنا يكون فارق يعني. تمام تمام. يعني برضه ابو مسلم لو انت عايز تتكلم برضه في مواضيع او موضوع الاهلي والترجي والبطولات والماتشات اللي لعبها الاهلي مع الترجي، ويعني ارجحيه النادي الاهلي انه يكسب مباريات، هل ممكن تاثر بكره؟ هل ممكن الترجي يعمل لها حساب؟ الاهلي دايما يعني فرصه اعلى فرصه اكتر. بص ميدو نتفق يا جماعه لو ممكن لعيبه معينه زي وليد سليمان مثلا كان فيهم اهداف قبل كده ممكن يعمل لهم نوع من القلق، ممكن الكلام ده يجي. ما انا بقول لك يا ميدو يعني النادي الاهلي بس يعني حتى اي فرقه مش ترجي بس اي لعيبه اي فرقه بتيجي من افريقيا او من شمال افريقيا عارفه النادي الاهلي ايه، النادي الاهلي نادي القرن، بتقدر تعمل له 1000 حساب، عارف اللعيبه نص بيبقى نص منتخب مصر موجود من اللعيبه دي فشافوها على الطبيعه عارفينهم بالظبط. فانا اكيد النادي الاهلي اسم كبير والنادي الاهلي نادي القرن، فاكيد اعمل له 1000 حساب، معاه مدرب عارف قيمه النادي الاهلي كبيره جدا، عارف العنصر اللي هو الخصم على طول اللي بيلعبك في جميع البطولات هو النادي الاهلي او زي ما قال كابتن اسامه في المنتخب مصر او المنتخبات الناشئين او الفرق الانديه كلها بتواجه اللي هو الخصم اللي بيبقى عنيد جدا معاك، لا في فرقه من المغرب لا اما فرقه من تونس لا اما فرقه بردك من جنوب افريقيا اللي هي كانت كيبتا اللي هي اسمه اجاكسو او فرقه الثانيه اللي هي بتاعت سان داونز، الحاجات اللي هي الفرق بردك المعروفه. فاكيد هو عامل لك حساب قوي جدا، هيقدر يقفل لك الملعب
اول ربع ساعه دي متهيألي هتبقى صعبه جدا. هيبقى في فيها تكتيك قوي جدا بين اثنين مدربين كابتن حسام بدري. اسالك ممكن هم يعملوا ايه وتوقعاتك ايه للكابتن حسام والكابتن فوزي ممكن يتعاملوا مع المباراه ازاي؟ بس خلينا نمشي يعني مستعجل انت على ده مش مستعجل الحاجات دي الخلاصه اللي في الاخر يعني كابتن اسامه اكيد كلنا فاكرين هدف انرام. طبعا الهدف اللي كان بالايد يعني كان واضح وضوح الشمس. ايوه للحكم اللي توقف نهائيا دلوقتي يعني اتورط في قضايا كتير والفيفا وقفته نهائيا اللي هو ليمتي. تفتكر دور التحكيم بكره مع يعني في حكم سنغالي اسمه مالانج تفتكر دور التحكيم بكره يبقى مؤثر ولا ان شاء الله الماتش ممكن يعدي؟ لا هو بص طبيعي انه في مباراه زي دي الاهلي والترجي فرقتين كبار وتاريخهم كبير قوي في القاره انه الحكم يكون الاتحاد الافريقي يعني مختاره بعنايه وحكم كويس. الله اعلم احيانا اليوم ده بيبقى ايه يعني الحكم يبقى موفق ممكن ما يبقاش موفق ممكن خطا يمشي معاك انت يكون في صالحك ممكن خطا يكون للترجي ويمشي في صالحه. فاحيانا حتى لو الحكم كويس ممكن يكون في عدم توفيق في كوره او في لعبه تكون مؤثره في اللقاء أكيد. فما اقدرش اجزم من دلوقتي لكن الطبيعي ان هو يكون حكم في يعني عادل ويدي كل فرقه حقها. هو الحكم مالانج اللي ادار مباراه مصر واوغندا ده كان مباراه مصر واوغندا اعتقد الحكم كان كويس زي ما قلت لك بس هي بقى التوفيق ان هو حالته تبقى ايه لكن الطبيعي ان هو يكون حكم كويس يعني مش يعني ان شاء الله يعني مش منطقي انه 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 يعين حكم في مباراه زي ديت حكم يعني أكيد. مش مصنف. هقول لك نبذه عن الحكم ابو مسلم كمان الحكم سنغالي الحكم مالانجا حكم سنغالي عنده 44 سنه يعني خد الشاره الدوليه عام 2009 شارك في امم افريقيا المره الثانيه دي المره الثانيه ليه او شارك في امم افريقيا المره الثانيه بعد مشاركته في كاس الامم الافريقيه عام 2015 اللي كانت في جنوب افريقيا. الاتحاد الدولي كان مرشحه لنيل جائزه افضل حكم بالقاره السمراء مع الثنائي الجامبي بكاري والمصري جهاد جريشة. فاز باللقب طبعا الحكم بكاري بفارق صوت واحد عن جهاد جريشة. حصل مالانج على لقب افضل حكم بالدوري السنغالي عامي 2016 و2015 وادار مباراه مصر واوغندا اللي هي 2017 المباراه السابقه. دي كانت نبذه على الحكم ان شاء الله يكون موفق بكره باذن الله. تعال نروح بقى للجو بتاعك بقى الجو بتاعك يعني عندنا ماتش مهم جدا ماتش صعب جدا زي ما اتفقنا. اثنين مدربين كبار مش اول مره يلعبوا مع بعض كفرق. كابتن حسام كسب قبل كده الترجي هناك وعنده خبرات عنده لعيبه عنده ليد سليمان عنده عبد الله سعيد احرزه كمان للنادي الاهلي ضد الترجي. تفتكر الكابتن حسام بدري هياخد زمان مبادره ولا هيستنى رد الفعل؟ لا توقعاتي لكابتن حسام طبعا هياخد المبادره بس بحدود يعني مش هيعمل ريسك يعني اكيد هيبقى في حدود في اول عامل سيناريو مرتب السيناريو كله اول ربع ساعه اعمل ايه بعد 20 دقيقه اقدر اعمل مين انزل مين 30 دقيقه اعمل ايه بالظبط. المطوشه الكبيره دي يا ميدو بتبقى عايزه صبر يعني عايز شغل مدربين فعايز صبر فمش معقول بعد 30 دقيقه ممكن اغير شكل الخطه كلها. لا انت عندك في مدربين يقول لك انا خلص على الماتش في مدربين يقول لك انا استنى شويه في مدربين يقول لك لا انا هاخد زمام الامور ده طبعا في مدرب يقول لك انا اضغط من قدام لا استنى اديهم مساحات عشان استغلها في الهجوم بعد كده في مدرب يقول لك لا انا استنى نص ملعبي يعني كل شيخ وليه طريقه طبعا بس انت عندك جولتين لسه عندك الجوله الثانيه بالظبط انا باخد رايك بقى طبعا ممكن فلسه حسام يفكر ازاي. لا انت قال لك كابتن حسام يعمل التوازن بين الدفاع الهجوم مش هيقدر يعمل ينزل يهاجم على طول او ينزل في تهور ما ينفعش فاكيد طبعا كابتن حسام مدرب كبير وعنده عنده من الذكاء والبطولات اللي هو جابها اللي يقدر يتعامل مع اللقاءات ديت فشايف ان انا ممكن يعمل توازن بين الدفاع والهجوم يعني تمام. كابتن اسامه اعتقد انه هياخد مبادره في الاول الـ الحماس بتاع الجماهير اللي هيبقى موجود الجماهير هتبقى متحمسه جدا فاول اللقاء اكيد هيحاول يعني يعمل زي ما بقول ايه كارت ارهاب شويه لفرقه الترجي. الاستاد مليان بقى جمهور بكره طبعا يا ريت ان الترجي جايب 5000 متشجع متفرج يعني يا ريت كان الاستاد طبعا يبقى مليان نتمنى
فممكن هو يستغل دي في الاول، يحاول يعني يعمل عليهم نوع من الضغط، وبعد كده الامور ما بتمشيش زي ما ابو سلم بيقول انك تفضل مثلا بتهاجم 90 دقيقه، لانك انت بتلعب برضو فرقه كبيره، اكيد هيجي وقت هتهاجم هي، هتيجي وقت في ضربات ثابته ليهم، في وقت هجمات مرتده، فلازم ابقى في اوقات فيها شيء من التحفظ شويه، او برجع لتلتين ملعبي او لنص ملعبي في اوقات. لكن في البدايه اعتقد ان هو هيحاول ياخد المبادره في الـ في الـ في الـ في اللقاء، يعني يحاول يعمل اكتر من كوره تخض فرقه الترجي شويه، اعتقد أكيد. كده اكيد. يعني كان عندنا ارهاب جماهيري، ارهاب كروي، يعني كان جمهور الاهلي ده يرهب اي فرقه تيجي تلعب الاهلي. طبعا نجوم الاستوديو كابتن اسامه وكابتن ابو مسلم عارفين يعني ايه ارهاب جمهور الاهلي لاي فرقه. زي ما كابتن اسامه بيقول، الكابتن حسام هيستغل 20,000 متفرج بكره عشان ياخدهم دفعه ان شاء الله للمبادره الهجوميه. لكن كنا نتمنى يعني الاستاديو يبقى مليان على الاقل 50,000 ولا حاجه، كان يبقى فيه فعلا ارهاب جماهيري. ابو مسلم اكيد طبعا النادي الاهلي جماهيري على طول، ما كنا بنلعب في البطولات دي بالذات استاد القاهره، ما كنا من ايام ما كنا بنلعب البطولات دي، فخليك تجري طبعا اول 10 دقايق دي اصلا بتعمل ضغط. بص الاستاد بيبقى عامل ازاي، بيبقى بتنزل الفرقه الثانيه بتعمل ضغط، الفرقه الثانيه دي كلها بتبقى خايفه، يعني التشجيع كله بتديك حافز ان انت تقدر تعمل حاجه. اول ربع ساعه دي ممكن تخلص اللقاء، ولقاءات كتير خلصناها اول ربع ساعه. فجماهير طبعا هي قوه النادي الاهلي، وعلى طول في ظهر النادي الاهلي على طول طبعا. فكنا نتمنى طبعا، بس ان شاء الله بكره ال 20,000 دول يقدروا يبقى بصوتهم وتشجيعهم 100,000 ان شاء الله. يا رب يا رب. يعني قول لي تشكيل اقرب للنادي الاهلي. والله انا شايف مش هيبقى في اختلاف كتير، يعني هو انا متهيألي كابتن هيلعب طبعا شريف اكرامي في حراسه المرمى، مفيش اختلاف عليها. يلعب بتالي رامي ربيعه وسعد سمير، هيبقى اثنين مساكين. هتلعب ناحيه اليمين بتالي احمد فتحي، هيبقى ليه لقاء بتالي ناحيه اليمين. الشمال شايف علي معلول، وانا هنرجع بعد كده علي معلول. انا كنت عايز ممكن حسين السيد اللي كان يبدا اللقاء دوت. في نص الملعب مفيش اختلاف طبعا، هيكون عمرو السوليه وحسام عاشور. طب ما تقول تشكيل من وجهه نظرك انت. ما انا بقول لك وجهه نظر، انا بقول لك ده وجهه نظر، بس انا بقول لك في اماكن اللي هي ممكن انا كنت افضل فيها ايه. يعني انا كنت افضل يلعب حسين السيد، عشان اصلا علي هيبقى نفس، يعني علي موجود تونسي فحافظينه كويس، عارفين لعبه والاستايل بتاعه ازاي، يقدر يخش امتى، يقدر يعدي امتى. فمتهيألي حسين هيبقى يعني فريش اكتر، هيبقى ممكن مش عارفينه ايه بالظبط، يعني مش عارفين طريقه لعبه ايه بالذات. انت عارف لما كنا انا باك بلعب في المكان ده، عارف ممكن اقدر اخش جوه في وقت معين، واقدر اطلع لبره ازاي، فهو ممكن اكون محفوظ شويه ليهم، عشان هو من كان بيلعب في الصفاقس هناك فحافظينه، كان بيلعب في دوري اللقاءات كتير. فانا متهيألي حسين هيبقى مختلف شويه. علي معلول هو يعني، بس انا لما اجيب حد جديد ما حدش يعرفه، مش هتوقع مني هعمل ايه، ممكن الكوره دي اعملها ارقص فيها، ممكن اعمل اوفر من بعيد، مش عارف انا دماغي لازم محفوظ في مفاجاه. ما هيبقى عندي مفاجاه احسن. وحسين انا شايف الفتره دي فاتت كان ماشي كويس، مميز وماشي بصفه كويسه. تمام. رجعنا لحسام عاشور وعمرو السوليه، يبقى الاثنين في تاني في نص الملعب. عبد الله السعيد، وهيبقى ممكن انا متهيألي وليد سليمان ممكن هو اللي يبدا شويه اللقاء دوت. وممكن انا كنت لازم صالح برضه كان يبقى ليه تواجد، او احمد الشيخ، حد من الناس اللي هي الحلول الفرديه موجوده فيهم. انت قول لي انت كده لخبطتنا. هو انا متلخبط بيني، انا متلخبط من الاثنين، انا احمد الشيخ. احنا قلنا عبد الله السعيد، مين الثلاثه اللي فوق كمان معاك؟ طبعا وليد سليمان. وليد سليمان ناحيه اليمين. ناحيه اليمين هيبقى عندك اثنين، اجاي وازار. وازار بس. طبعًا. انا الناحيه اللي انا كنت متلخبط فيها، يا اما كنت عايز اعمل احمد الشيخ ووليد سليمان. هي دي اللي كانت تفرق شويه، بس انا متهيألي مع خبرات وليد هي اللي في اللقاءات دي ممكن يبدا بوليد سليمان. كابتن اسامه. يعني مش هختلف كتير، شريف اكرامي، فتحي، رامي، سعد سمير، انا اعتقد معلول ممكن يبدا، رغم انه حسين كانت حالته كويسه في الماتش طلع الجيش. هو اكيد هيلاعب معلول. ما انا بقول لك معلول غالبا يعني الاقرب يعني. عمرو السوليه وحسام عاشور، وليد سليمان وعبد الله واجاييه وازارو قدام. وليد سليمان وعبد الله واجاييه وازارو. اعتقد متفق ان ازارو يبقى فيرود صريح مش اجاييه. او اجاييه. بص هو لو كان مؤمن زكريا سليم الفترة الأخيرة وحالته كويسة قوي، كان ممكن اجاييه يبتدي ومؤمن زكريا يبقى ناحية الشمال، لأنه حسام لعب كتير كده، يعني لعب كتير قوي وليد سليمان وعبد الله ومؤمن تحت اجاييه، او تحت عمرو جمال، او تحت عماد متعب، كانوا بيلعبوا كتير بالشكل ده.
بس انا شايف مؤمن يعني الماتش الاخير ما لعبش، وحتى في الماتش الودي ما لعبش، فمتهيألي ممكن ما يبتديش، فالاقرب انه يبتدي اجايه ووليد ازارو قدام. ما رشحتوش عبد الله مع صالح خالص؟ بص صالح يعني من احسن الفترات اللي حاله صالح فيها كويسه قوي، مميز، بيصنع كرات مش متوقعه خطيره، بيعرف يجيب جون، لكن اعتقد في البدايه بالذات مع فرقه زي الترجي هو ممكن يقلق انه يبتدي بصالح وعبد الله مع بعض، لانه الادوار ممكن تتدخل شويه، يعني الاثنين بيميلوا اكتر ان يلعبوا تحت الفيرويد، فهو هيبقى محتاج واحد في الطرف يدافع شويه احيانا مع الباك زي علي معلول او مع احمد فتحي، ينطلق تاني للامام، لكن صالح وعبد الله لعبهم شويه اقرب للي هو بيلعب تحت المهاجم عشان يعني يعمل صناعه لعب او كده، فانا اتصور انه هيحتفظ بصالح على دكه البدلاء، اتصور، لكن ممكن جدا في ماتشات تانيه اخرى يبدا صالح مع عبد الله. طب لو كنت مع كابتن حسام كنت هتنصحه بايه؟ انا قلت لك التشكيل اللي انا قلته لك، الاربعه اللي فوق قولهم لي كبدايه، قولهم لي تاني. عبد الله السعيد وعلى يمينه وليد واجايه شمال وازارو قدام. ده الانسب من وجهه نظرك؟ مش هو اصل بص الكوره فيها وجهات نظر على فكره، اكيد، وممكن جدا يبقى في وجهتين نظر سلام، مفيش في الكوره يعني مش واحد زائد واحد اتنين، لا ممكن جدا يتحط تشكيل يبقى مثالي ويتحط تشكيل تاني واحد مثلا لاعب فيه مختلف يبقى مثالي برضه، يعني خلي بالك يعني هنا مش هيبقى في خطا كبير ولا هيبقى خطا كبير، ولكن المدير الفني بيبقى مستني شعرايه، بيبقى مكرر تشكيل معين بس بيبقى في واحد واقع منه عايز ياخد قرار، لاعب وليد سليمان ولا لاعب احمد الشيخ، ممكن جدا برضه لاعب اجاي ولا لاعب مؤمن، لاعب ازارو ولا لاعب اجاي، يعني بيبقى في اختلاف في واحد طبعا ممكن. فممكن كابتن حسام بقى قاعد بيسمع ايا كان مين، ممكن حد يفتح له او يديله خيط، هلاعب كذا عشان كذا، هلاعب وليد سليمان عشان استغله ان وليد سليمان جاب فيهم جوان قبل كده، وليد سليمان ريح شويه بعد الاصابه، ريح شويه فمش مستهلك شويه، فممكن يبقى عنده مجهود كبير جدا بكره، هلاعب احمد الشيخ بحيث ان هو يعمل الترقيصه بتاعته يحط في البعيده الشوط بتاعه البليسنج، جايب جون الماتش اللي فات، فمحتاج. ما هو انا بقول لك احيانا كرة القدم ما بيبقاش فيها وجهة نظر واحدة، أكيد طبعا، وتبقى الاثنين أو الثلاثة اختيارات سلام، وده بيحصل على فكرة مع أي مدرب، وكلنا مرينا بالظروف ديت، إنك أنت بتبقى حاطط مثلا تشكيلين أو ثلاثة، والثلاثة هتلاقي هنا مميزات كتيرة وهتلاقي هنا مميزات كتيرة، مفيش اختلاف كتير، بس في النهاية لازم هتقرر بالظبط، ولذلك أنا بقول لك ممكن جدا الشيخ يبتدي مكان وليد، مش هتبقى خطأ، ممكن جدا أجايه هو اللي يبتدي قدام ومؤمن زكريا يبتدي ناحية الشمال، مش هتبقى خطأ، يعني برضو كويسة، لكن أنا بقول لك اللي أنا شايفه إن مؤمن بقاله الماتش فات ما لعبش، وماتش الودي ما لعبش، ووليد سليمان جاب جون قبل كده في الترجي وعنده خبره شويه في الماتشات ديت كتيره، فانا متوقع كده، لكن الله اعلم ممكن يحصل تغيير عن كده، اكيد، لكن في الغالب انه وليد وعبد الله واجايه وازارو قدام ان شاء الله باذن الله، يعني انا ربنا يبعد بس عن ازارو الاصابه بكره، انا متفائل بازارو جدا وحاسس ان هو هيكون يعني مفاجاه مباراه الغد ان شاء الله. لا وليد ازارو من راسات حربه، كنت حتى بتكلم انا وكابتن اسامه فوق، من اللعيبه المميزه، بس ناقصه حاجه واحده بس اللي هو يقدر يجيب اول اهداف، يعني اول توفيق الاهداف، لو جاب اول حاجه هتفتح الموضوع، هيختلف معاه تماما ان شاء الله. نفس يعني بس كان في نقطه اللي اتكلمنا فيها، كنت اتكلم مع كابتن اسامه دلوقتي فيها، اللي هي بتاعت التشكيل، هو زي ما كابتن اسامه قال في كذا وجهه نظر، وكل مدرب ليه طريقه معينه بيقدر، يعني اول بيبقى عامل سيناريو للقاء، يعني ممكن كابتن اسامه يعني كابتن حسام ممكن ال 30 دقيقه اللي لو الشوط الاولاني لو وصل من السيناريو كده ممكن انزل حد يقدر يبقى عندي حلول بره، يعني عندي ورقه رابحه بره، يعني مش هحرق مثلا احمد الشيخ زي ما انت قلت وانزله مع وليد سليمان، لازم اكيد واحد هيبقى قاعد بره ممكن يعمل لي الفرق، فاحنا بنتكلم في الحاجات دي بقى لها حسابات، مين بيقدر الشيخ مثلا في القوه الدفاعيه مش مميز قوي، وليد سليمان اقوى، فممكن ابدا بوليد سليمان في الحته ديت، فبنتكلم اللي هو بقى عنده حسابات كتير، وفي ناس بيبقى خلاها بره يقدر في الوقت من اللقاء يقدر يستعملها، يعني اكيد، يعني برده كابتن مسلم
شايف الكابتن حسام البدري ممكن يكلف لعيبه بعينها لمراقبه لعيبه بعينها في الترجي، ولا تبقى الرقابه من بعيد، رقابه كمجموعات لعيبه؟ عندك مثلا فخر الدين بن يوسف، عندك الخنيسي، عندك لعيبه برضو مؤثره في فريق الترجي. هي ميت زمان المشكله في الترجي اللي هي في يعني مثلا نقول لقوه يعني نقطه القوه اللي عندهم، يعني لعيبه مميزه جدا. راجل كوليبالي في نص ملعب، راجل اسمر، هو راجل بيستلم بيقدر يقطع الكوره ويسلم، يعني ما بيعملش حاجه كتير، يعني راجل هي دي وظيفته اللي بيعملها. مميزين جدا في نص ملعب، عندهم نص ملعب قوي جدا. لو جينا اللي هو في فرجاني ساسي، ده لعيب مميز، عنده دريبل كويس، الكوره بتطلع من رجله صح، بيقدر يبقى مميز جدا. عنده راس حربه اللي هو فخر الدين بن يوسف، دوت لعيب كويس. عندك خنيسي، وعندك طبعا، فهو عندهم جينا نتكلم، عندنا خط الهجوم قوي جدا، نص ملعب قوي جدا، عنده مشاكل ورا في خط الدفاع. الاربعه اللي ورا ما عندهم مشكله في يعني في المرونات والسرعات. لو حد سريع وعنده مهاره زي صالح، يعني صالح صغير يعني قصير شويه، عنده بيقدر يعمل دريبل كويس، بيقدر يعدي بسرعه، فهم عندهم مشاكل في دي. الترنات عندهم فيها مشاكل، عندهم بطاقه جدا، فهم عندهم مشاكل كتير في خط الدفاع. فدي النقط اللي احنا لازم يعني خط الدفاع عندهم من اضعف الخطوط اللي عندهم. يعني يعني لازم الكابتن حسام، اكيد الكابتن حسام حاط في دماغك الكلام ده. كابتن حسام ما فيش شك، زي ما قلت لك هم فرقه متجانسه، هم عندهم النواحي البدنيه هايله، عندهم الارتداد للدفاع سريع جدا، والانطلاق للهجوم في الهجمات المرتده كويس، او ما بدنيا يعني تحس ان فرقه بدنيا واقفه على رجليها. ولكن زي ما مسلم بيقول شويه عندهم مشاكل، وبالذات بين قلبي الدفاع في الحاجات اللي فيها سرعه في الاداء. يعني هم طوال وبيعرفوا يلعبوا بدماغهم كويس، اللي هم شمس الدين الزوادي وعلي المشاني، ولكن عندهم شويه الرشاقات والترنات والحاجات دي، ممكن واحد بيرقص، ممكن وانطلاقات سريعه زي ما انت بتقول يا كابتن اسامه، دي الاهداف داخل فيهم في كل العربيه، ممكن الكرات البينيه اللي بينهم ممكن تتعبهم شويه. لكن هم عندهم الباكين اللي هم علي المباركي والباك رايت وخليل شمام، لعيبه كويسين، وخليل شمام طبعا لعيب دولي، وعلي المباركي لعيب دولي. فهم يعني تقدر تقول اقل الخطوط في النواحي الدفاعيه. يعني في مشاكل شويه بين قلبي الدفاع، ولكن برضو تكوينهم كله ممتاز. عندهم الاثنين بيلعبوا في الارتكاز اللي هو كوليبالي، واحيانا فرجاني ساسي، او اللي هو الشعلالي، ساعات غيلان الشعلالي وكوليبالي، او يلعب فرجاني ساسي. هم عندهم الثلاثه اللي تحت الفرويد عندهم خطوره. طيب ناخد تليفون كابتن محمد يوسف، نجم الاهلي ومنتخب مصر ومدير الفني الحالي لفريق بتروجيت. اهلا بيك كابتن محمد. اهلا بيك، اهلا بيك كابتن ميدو، وبمتع عليك وبمتع كابتن اسامه عرابي طبعا. اهلا وسهلا بيك يا شيخ، اخبارك ايه؟ وكابتن ابو مسلم. كابتن يوسف ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب يا كابتن. الله يخليك، وباد لك على الماتش الاخير، وان شاء الله يعني لسه بدري على المسابقه ان شاء الله. والله ميدو يعني في حظ طبعا سيء، طبعا اقربه امبارح يعني في لعب النادي المصري قافلين طبعا بشكل كويس، بس على الهجمات المرتده، لكن جت ضربه جزاء انا مش عايز اتكلم طبعا فيها، يعني كل اللي شافه انا حتى بعد ما شفتها صعبه جدا تتحسب، لكن واضح ان يعني ان عارف انت لو الصوت مش عالي ما فيش حاجه هيبقى في استجابه يعني. بس فنتمنى ان شاء الله الاسابيع القادمه يبقى الدنيا احسن ان شاء الله. كابتن محمد انت مدرب يعني ما شاء الله عليك، وعملت قبل كده نتائج كبيره مع النادي الاهلي، كمان فريق بتروجيت فريق كبير، والناس اكيد متفاهمه الموقف كويس، او متفاهمه يعني ايه ده طبعا ضربات جزاء ممكن تكون يعني صح وممكن تكون غلط. اكيد ان شاء الله كل التوفيق ليك في المباريات القادمه ان شاء الله، يعني مدرب كبير ومعاك فرقه كبيره جدا واسماء كبيره جدا، ان شاء الله تعملوا نتائج كويسه قوي في الدوري ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني اكلمك بقى عن مباراه الغد الاهلي والترجي، وشايف المباراه ازاي من وجهه نظر لعيب كبير زيك، يعني عنده خبرات كبيره سواء مع الاهلي او منتخب مصر. بص انا هقول لك على حاجه، طبعا الماتش حساس جدا، لان كونه المباراه الاولى هنا، في كتير جدا ما بيحبوش يلعبوا، او الاهلي عموما ما يبقاش المباراه الاولى عنده على ملعبه، عايز يبقى هي المباراه الثانيه على ملعبه. لكن لو كان بطوله 2012 كنت مدرب عام مع كابتن حسام البدري،
خدنا البطوله من راس يعني كان المباراه الاولى بالظبط بالظبط عرب الملعب ده 2-1 هناك في راس. المباراه يعني عشان نكون منطقيين 180 دقيقه 90 دقيقه في الاول هنا و90 دقيقه هناك. انا معتقد طبعا شخصيه فوزي بنزارتي ان هو بيلعب بره ملعبه بشكل ثابت شويه، يعني هيفكر في احراز اهداف، هيلعب مباراه مش هيبقى لاجئ للدفاع على اساس ان النادي الاهلي على ملعبه فانا ادافع وانتصح. ده كلام جديد، خلي بالك الكلام اللي بتقوله ده كلام جديد جدا. انا بقول لك كده، انا بقول لك الفكر اللي بيلعب بيه التردد. حلو حلو. عموما خلال متابعته وخلال متابعه شخصيه فوزي بنزارتي لما كان كابتن كده رضا البيضاوي، لما كان كابتن كده انديه كثيره في تونس زي الصفاقسي وزي الافريقي ومثل كمان اخيرا الترجي، فهو راجل عنده خبرات كثيره جدا، ومباراه الذهاب وعوده بتبقى مباريات محتاجه خبرات كثيره. فالمباراه طبعا صعبه على الجانبين، صعبه على النادي الاهلي، صعبه على الترجي، لكن انا بحذر بقول ان الترجي هيلعب مباراه هجوميه هيبقى فيها الى حد ما ضغط، على لان خلي بالك يا ميدو في نقطه ان المباريات دي لما بتحرز هدف في مرمى الخصم دي بتبقى غاليه جدا. طبعا طبعا. حتى لو انا خسرت 2-1 يعني ممكن هو يفكر كده وتقريبا هيفكر كده، يقول لك انا العب اجيب جون، لو دخل فيها جونين ماشي 2-1 يبقى 1-0 اكسب وعادي. بالظبط بالظبط. فاهم قصدي؟ بالظبط. فالجون في ملعب الخصم دي مهمه جدا، وانت لو رجعت البطولات اللي خدها النادي الاهلي الثمان القاب هتبص تلاقي ان النادي الاهلي في الادوار اللي هي ذهاب وعوده بعد ما بيعدي دوري المجموعات هتلاقي معظم المباريات اللي بره ملعبه كان بيحرز اهداف. بالظبط. فدي هي اللي كانت بتساعد على ان النادي الاهلي يقدر يعدي في نتيجه الماتشين. فان شاء الله انا متوقع طبعا احنا تركيزنا عالي جدا، الكابتن حسام البدري مع جهاز طبعا بالكامل واللاعبين القايمه اللي مختارها وراح بيها برج العرب، اعتقد كلها عزيمه وكلها اصرار كلها تركيز على ان الدور ده بالتحديد مع الترجي انا شايفه يعني مش دور ثمانيه، لا ده هو السيمي فاينل، هو الفاينل. بالظبط بالظبط. لو تعديت الدور ده هيبقى الدنيا احسن الى حد أكيد. ما في الفترات القادمه ان شاء الله. اكيد احسن بكتير. يعني كابتن محمد عشت مع كابتن حسام بدري مدرب عام وخدته البطوله وكمان خدت البطوله منفردا كمدير فني النادي الاهلي، قول لي الاجواء المدير الفني اللي بيعيشها واهم النقاط اللي بيبقى مركز عليها خصوصا في الادوار النهائيه زي مباراه بكره ان شاء الله. هو طبعا الاجواء طبعا انت عارف تيم زي النادي الاهلي وبتشتغل على بطوله هي الاغلى لجماهير النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي والنادي الاهلي طبعا اعطيكم هون الكابتن حسام البدري دلوقتي والليله دي، لانه طبعا اكيد بيفكر في احتمالات كثيره، عنده اختيارات لما بيكون عنده بدايل في مراكز معينه وبيبقى فورمه لاكثر من لعيب، فدي بتخليه يفكر كتير قوي قبل ما يختار، لان يعني بيبقى ساعتها الميزان ضخم. اكيد اكيد. وبالتالي انا شايف المفتاح السحري لهذه المباراه هو الالتزام. الالتزام بالتعليمات اللي بتتقال من الجهاز الفني، الالتزام جوه الملعب. روحنا طبعا روح النادي الاهلي معروفه في افريقيا. اكيد اكيد. الروح القتاليه جوه الملعب وعدم الياس لاي نتيجه ايا كانت خلال المباراه، لكن انا شايف او اللي انا بقول لك عليه المدير الفني يريحه جدا ويبقى مطمن لما كل لعيبته مركزه وملتزمه جدا بالشكل اللي هيبداوا بيه، سواء هيبدا ضاغط سواء هيبدا زون ويبدا يشتغل مع الاستحواذ والطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي وبيقدر يستحوذ يختار الاجناب عن طريق الباكين سواء فتحي ولا معلول معلول علي معلول. فاعتقد ان احنا شيء من التركيز وشيء من لان برضه الترجي فريق لا يتهم بيه اكيد الفريق أكيد. اللي هو هيتراجع ويلعب ضد البيت لا يعني هتبص تلاقيها ممكن في بعض الاوقات ضغطه، خصوصا ان الترجي دعم بشكل قوي جدا من فريق الصفاقسي، خلي بالك واخد فرجاني واخد بالظبط خالد فخر الدين بنيوز فخر الدين خالد هو اللي هو الولد فخر الدين خالد الولد الثلاث لعيبه دول وفرجاني التافي الثلاثه دول كانوا بيلعبوا في الصفاقسي طبعا اتنقلوا للترجي فزادوا قوه بالظبط فرقه الترجي فرقه بتلعب معظمها برضو
شكلوا العمود الرئيسي في منتخب تونس مع نبيل معلول. فاعتقد ان الفريق مش سهل، بس ان شاء الله انا متفائل. طبعا من عبود كورنر للبورد العربي كتير على الاهلي بالتحديد، فاعتقد ان شاء الله النتيجه هتبقى ايجابيه لينا، ولكن المباراه تنتهي فرادس. اكيد اكيد. يعني كابتن محمد اخر سؤال اساله لك، علشان عارف انت بتنام بدري واحنا مسهرينك، يعني كابتن حسام اكيد هو في حيره في اختيار الرباعي الهجومي، يعني لو انت معاه او انت في مكانه ممكن تختار مين رباعي هجومي بكره نادي الاهلي؟ بص انا يعني بوجهه نظري الشخصيه طبعا، ومعاك كباتن كبار كابتن حسام عرابي خبره كبيره في الاستوديو، ومعاك كابتن مسلم برضه كاتبت مميزه جدا، هو ويعني راجل لاعب كتير للنادي الاهلي، يعني افضل الخبرات يعني. حتى انا كنت سامع في مقارنه ما بين صالح جمعه وعبد الله السعيد يبداوا المباريات دي، حتى لو كان لعيبه الخبره عندك في اقوى حالاتها لكن بتلاقيها في المباريات. انا معاك. فانا من وجهه نظر الرباعي يبقى اجاييه تحتيه ثلاثه، عبد الله السعيد وليد سليمان ومؤمن زكريا او الشيخ يعني. بس الشيخ انا ما حبيت الا لو مؤمن في حاجه او يعني انت بترجح كفه اجاييه ان هو يبدا كفيرود اساسي. كفيرود لان النهارده مش ازارو وليد ازارو انا شايف من وجهه نظري لسه ما خدش فيه، وفي نفس الوقت كمان مباراه زي دي وجمهور وهيبقى عليه ضغوط عاليه جدا، محتاج يعيش شويه في النادي الاهلي عشان برضه ياخد على الجوده يمكن اجاييه. وانا شايف برضه اللي كان احسن منهم الاثنين، وانا شخصيا يعني ضد ان هو يتم التفريط فيه، عبد الله عمرو جمال. عمرو جمال كان يساعد في مباراه زي دي، لانه لعب بقاله اربع يمكن 2014 لما لعب الصفاقس التونسي في كاس السوبر واحرز هدفين كانت بدايته. فطبعا كانت خبرات الى حد ما اكثر من اجاييه واكثر من، لان هي موضوع المباراه دي انا شايف هيبقى فيها الاعصاب وفيها الخبره. اكيد من اللعيبه اللي ممكن تكون لسه صغيرين او لسه اول مره يلعبوا. كابتن محمد انا بشكرك على مداخله جميله والكلام المهم جدا، وبتمنى لك كل التوفيق في الدوري المصري ان شاء الله مع فريق كبير زي فريق بتروجيت، انت قادر انت تطلعه في مكان يليق بيه. كل التوفيق ليك كابتن محمد يوسف. يعني اتكلم برضو في كمدرب عايش بقى التجربه كابتن اسامه، اكيد طبعا حضرتك عشت التجربه، وبرضو بيرشح اجاييه كفيرود، يقول لك يعني خلي وليد ازاره لسه والجماهير والضغط، مع ان حاسس ان وليد ممكن ينفجر بكره. انا قلت لك وجهات النظر هتبقى مختلفه في حاجات تفصيلات صغيره ممكن دي تبقى سليمه. وانا قلت لك لو مؤمن زكريا جاهز ممكن جدا يلعب بالظبط جاي قدام، ومؤمن ووليد وعبد الله تحتيه، ولكن انا حاسس ان مؤمن ما لعبش ماتش الجيش وما لعبش ما كانش موجود برده في ماتش الودي بتاع الجونه، فانا اتصور ان وليد ازارو هيبقى في الامام واجاييه ووليد سليمان وعبد الله السعيد تحتيه، لكن ممكن يحصل تغييره فيها تغييره حاجه معينه يعني. لكن انا كنت بس بتكلم على فرقه تونس في الترجي، كنت قلت ان كوليبالي وفرجاني ساسي او غيلان الشعلالي بيلعبوا في النص، في عندهم ثلاثه تحت الفرويد دول خطيرين جدا، ويمكن في البطوله العربيه من اكتر الناس اللي عجبتني اللي هو سعد بخير، اللي هو الراجل اللي بيلعب تحت الفرويد وبيلعبهم، هو اشول وبيعمل الضربات الثابته كويس قوي، بيعمل تمرينات في تمرير في العمق كويس قوي، وعندهم بدر انيس اللي هو بيلعب ناحيه اليمين، بدر انيس ناحيه اليمين لعيب كويس جدا، وبعدين بيروح على الجون كويس قوي، وجاب حوالي 3 او 4 اهداف في البطوله العربيه، وطبعا فخر الدين بن يوسف بقوته، وطه الخنيسي في ده الكروس هو اللي اتعمل انت تقول عليه لا هو في فاول لسعد بخير حطه كويس قوي، ده طبعا ده بدر انيس ده من اللعيبه المميزه فيهم ومن الاساسيين، اعتقد انه هيبقى موجود بكره. في كمان قلت لك سعد بخير ده اللي هو يعتبر بيلعب تحت الفرويد، وهو اللي بيلعبهم واشول وكورته حلوه يعني، فهم عندهم الجزء دوت في تميز، وعندهم بدلاء كويسين في المنطقه دي يعني. تمام. يعني كابتن محمد يوسف ابو مسلم قال ان الترجي ما تستنوش ان هو يدافع والكلام ده، الترجي ممكن يضغط عليك بكره ويهاجمك، وفوزي البنزرتي مدرب بيعرف يستغل الماتشات اللي بره، يقول لك انا هجيب جول ويدخل فيها جولين، ايه المشكله؟
واكسب 1-0 هناك. تفتكر وجهه النظر في اللقاءات دي؟ انا شايف اللقاء صعب شويه. انت بتلعب النادي الاهلي وهتلاقي الاستاد كله مقفول، فالموضوع هيبقى صعب شويه. فامثالي يعني اكيد هو من خبراته مش هتلاقيه فاتح لك الجيم من اول اللقاء، يعني هتلاقيه طبعا قافل كويس جدا. هيقدر الاول يقول لهم نحاول اول حاجه نكتسب الوقت الاول ربع ساعه نعدي بالجماهير بالضغط بالستارت الاولاني، لو اول ربع ساعه نقدر نمشي اللقاء زي ما هم عايزين، وبعد كده هو ليه تعامل تاني في اللقاءات ديت. يعني التعامل دي بيقدر ينزل شويه، بيقدر يضيع لك حبه وقت، الحاجات اللي هي اللي بيعملها بعد كده اللي هي شمال افريقيا كلها اللي هي بتطلع اللاعبين المصري عن تركيزه. لو جينا نتكلم بس في نقطه مهمه جدا كنت لازم نسيت اللي انا اتكلم فيها اللي هي فوزي بنزيرتي. لو جينا نبص اللقاءات كلها ميدو وكابتن اسامه شوفها بيعتمد على الكور الثابته، هتلاقي حتى مكونر بيروح منزل لتحت بيعمل على كورس الراجل البعيد اللي هو الاطوال زي ما اتكلمنا اللي هم السردباكين اللي ورا بيقدروا يطلعوا مميزين في العاب الهواء زي ما كابتن اسامه قال، بيقدر ينزل لتحت بيقدروا يعملوا الشغل دوت. هو لو هم مش مميزين في هتلاقي مثلا مميزين في العاب ثابته يعني العاب تكتيكيه ثابته، لا هو مميز في الالعاب اللي هي الثابته اللي هي ضربات ثابته كورنر فاولات، هم عندهم الجامب والحاجات دي كلها مميزين فيها. فكنا لازم بس نخلي بس نحذر من الحاجه ديت عشان هم مميزين في الحاجات دي. ممكن 90 دقيقه احنا بنهاجم كلنا يعني بنهاجم وكله بيهاجم يجي حاجه زي كده تبقى بتسبب مشاكل، فاحنا بنحذر من دي بالذات في الالعاب الثابته بالذات بتاعتهم هم مميزين فيها قوي. اكيد اكيد. يعني كابتن اسامه يعني ابو سلا بيتكلم في الضربات الثابته، اكيد كابتن حسام بدري يعني اعتقد ان هو واخد باله جدا منها. طبعا عارف في اطوال وعارف يعني نقاط القوه بتاعتهم، ممكن الضربات الثابته احنا بتاعتها نستغلها ازاي؟ ممكن الثغرات بتاعه فريق الترجي يعني شايفين في البطوله العربيه اكيد الاجواء تبقى مختلفه طبعا، واكيد كابتن فوزي البنزرتي عالج الاخطاء دي، لكن كان في عندهم ثغرات من ناحيه اليمين، عندهم ثغرات طبعا عمق العمق الدفاعي بتاعهم طبعا عندهم يعني بعض الثغرات طبعا. ما فيش فرقه مهما كانت قوتها اكيد بيبقى عندها احيانا او غالبا بيبقى عندها بعض الاماكن اللي ممكن يبقى فيها ثغرات شويه. بالنسبه للضربات الثابته ابو سلمى اتكلم فيها بشكل وافي، الكره التونسيه كلها سواء منتخب او انديه طول عمرها الضربات الثابته بتبقى مؤثره جدا. ايضا احنا عندنا ناس مميزين جدا في الضربات الثابته، عبد الله السعيد ووليد سليمان الحاجات واحمد الشيخ الحاجات اللي بره ال 18، وشفنا جون احمد الشيخ الاخير في الجيش، شفنا بالزبط. اهداف كثيره لوليد سليمان وعبد الله السعيد الحاجات اللي هي على ال 18، فبرضه اللعيبه بتحاول في اوقات تاخد فاولات على منطقه ال 18، دي حاجات برضه مهمه اكيد. عندنا في تميز في الـ في الـ في الكور العاليه مثلا الضربات الركنيه او الضربات الحره اللي اتلعبت في ال 18، عندنا جول احمد الشيخ اللي جابوه رامي ربيع جاب لنا اكتر من هدف قبل كده بدماغه سمير بدماغه بالزبط. فاحنا برضه عندنا تميز في اجايه طبعا. أنا أقصد إحنا عندنا تنوع في استغلال الضربات الثابتة سواء اللي هي تبقى على حدود ال 18 سواء مباشرة أو في الكرات العرضية، برضو عندنا ناس متميزين في الكرات العالية، فإحنا زي ما هم مميزين في الضربات الثابتة أعتقد إن إحنا برضو ممكن نستغل الجزئية دي يعني. أكيد يعني برضو يعني محمد يوسف كابتن محمد يوسف قال لك أجايي وليد أزارو ايه كوجهه نظر كابتن محمد؟ طبعا كل واحد دي وجهه نظر، كابتن محمد من المدربين المميزين جدا. انا كوجهه نظري لا، لازم احط وليد ازارو لازم اديله اول حاجه. اجاي ادى الدور ده في وقت معين في النادي الاهلي كان صعب جدا، كان ليه بتاعت راس حربه كان فيه ما كانش في حد مميز يعني، كان لعيبه مميزه بس ما كانش فيه ناس عندها ثقه في اصابات. فهو ادى الدور ده كويس جدا وجاب اهداف كتير، بس اجاي عنده ميزه لازم يستفاد منها قويه جدا اللي هو بيجي بوشه احسن. عنده البرجل واسع، بيقدر يعدي، عنده سرعات، بيقدر يعمل شغل كويس. لما انت تمسكه للسرد باك بظهره هيبقى عنده مشاكل، لو عشان هو راجل هيعملك محطه بس هيبقى صعب جدا. ماشي هتقدر يرفع الكوره مفيش مشكله ويحجز على الكوره، بس انت لما يجي من احسن بوشه هيبقى اسرع يقدر يعمل لك خطوره. فلما تنزله من احسن من بالذات احنا اتكلمنا في عنصر اللي عندك في الترجي عنده مشاكل في الاثنين المساكين. بص الكور كلها اللي بيعمل الدريبل بيعدي منه سهل جدا بيروح واقف ويسيبه. فانا متهيألي اجاي احسن لما ينزل. ازارو ممكن هو بيلغط الكوره زي ما قلنا هو رخم شويه يعني بيخبط وممكن يزعجه ويفضي اللي جاي من تحت لو كان صالح او الشيخ او مؤمن او عبد الله السعيد. فانا شايف لا خلي مثلا وليد ازارو يعني الحته الاولانيه ديت يقدر يتعبهم شويه. انا بقول لك انا حاسس ان ازارو هيبقى مفاجاه اللقاء بكره كابتن اسامه. هو لعيب كويس ربنا يوفقه زي ما قلنا، بس هو ناقص انه ربنا يكرمه
بهدف يرفع من معنوياته، لان هو المشكله كل ما بيضيع فرصه بيخش في توتر، بيبقى مستعجل على الكره اللي بعدها. يعني اللي انا ملاحظه في الماتشات اللي هو لعبها في البطوله العربيه او في الدوري، انه لما بيضيع فرصه بيبقى التوتر بيخش جواه، بيبقى مستعجل في الفرصه اللي بعدها. فنتمنى ان شاء الله، وعنده حاجات كتيره كويسه، نتمنى يكون موفق لو ابتدى بكره او حتى لو كان على دكه البدلاء وكان ليه نصيب في التغيير. تفتكر هيبدا ولا ما انا قلت لك، لا قول لي من وجهه نظرك انت، ممكن هيبدا ولا انا بقول وليد ازارو واجايه وعبد الله سعيد ووليد سليمان. بس اجايه تالق كفيرود مع ان عكس العكس اللي كان متوقع. لا انا قلت لك اجاييه بيقدر يلعب مهاجم وبيقدر يلعب تحت المهاجم. ولكن هي كانت عايزه بس ايه عدد من الماتشات، فهو نجح في راس الحربه وبينجح في المكان اللي هو في الاطراف اللي هو ناحيه اكتر من مره عمل جبهه مع النبي مع علي معلول ماتشات كتيره، او احيانا كمان بيروح ناحيه اليمين. فهو نجح في راس الحربه، وانا وجهه نظري تاني لو مؤمن زكريا كان جاهز 100% كان ممكن جدا. احنا قلنا بس عشان مش عشان حاجه، عشان وليد ممكن تكون يعني لسه في حته الاستعجال وان هو عايز يجيب جون وبتاع، لكن لو مؤمن مش جاهز 100% اعتقد هو الاقرب ان وليد ازارو هو اللي في راس الحربه، ووليد سليمان وعبد الله. كان نفسي مهالمبي ده يبقى موجود في القائمه الافريقيه. باكا طبعا باكا ده يبقى حاجه جميله قوي. طبعا جميله قوي، مميز طبعا، حاجه مميزه جدا. شفناه في ماتش الجونه كان مميز، وواضح ان هو مميز. يعني كابتن اسامه، توقعك ايه الماتش بكره؟ قول لي نتيجه كده. نتيجه يعني؟ انا ما بحبش الموضوع يعني ده يعني. لا ما اقدرش. اكيد انت بتبقى في دماغك ممكن الماتش يطلع هي نتيجه النتيجه لا النتيجه النتيجه غالبا باستثناء مباراه واحده اللي احنا كسبنا فيها 3-0 مع الترجي. تملي الماتشات منتخب مصر مع منتخب تونس، انديه مصر مع انديه تونس، بتبقى نتيجه قريبه. يعني 2-1 1-0 كده، ما بتبقاش نادر يعني. نادرا انت لو جبت ال 15 ماتش اللي لعبناهم هتلاقي ماتش واحد بتاع الاهلي 3-0. مفيش ماتشات بتنتهي 3-4، لان بيبقى في حرص شويه في النواحي الدفاعيه وبالنسبه للكره التونسيه. وايضا احنا ككره مصريه بنعرف نقفل كويس وكده، فالنتيجه ما بتبقاش كبيره. فانا اتصور ان شاء الله الاهلي يكسب، بس ممكن تكون نتيجه مش كبيره، يعني مش 3-4 الكلام ده، لكن ممكن يبقى 1-0 يعني. تمام ومسلم. لا انا ان شاء الله التوفيق طبعا النادي الاهلي، اتوقع ان شاء الله هتبقى 2-0 ان شاء الله. يا رب يبقى ازارو وصالح جوه كمان. بص سجلها ازارو مين وصالح صالح جوه. ده انت كده تبقى شيخ لو حصل. طيب يعني انا ما بعملش للتوقعات. انا اتمنى طبعا ان شاء الله نكسب اكتر من واحد. فانا قلت لك يعني الامور اللي انا يعني 1-2، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل. كابتن اسامه عربي بيقول 1 ومسلم بيقول هدفين، وفي الاعداد بيقول لي 3 يا رب. وسجل الاهداف بس لاجيب الاهداف. لا خلاص انت قلت خلاص. طيب. صالح وازارو. طيب. انا متوقع ان ازارو ان شاء الله يكون يعني فرص الاخرى. كابتن اسامه نورتني وشرفتني دايما كالعاده. الله يخليك، متشكر جدا ليك. ربنا يخليك يا رب. نجم ابو مسلم نورت وشرفت. ربنا يخليك يا طبعا سعيد معاك كابتن اسامه طبعا. ربنا يخليك يا رب. يعني انتهى وقتنا معاك، وكانت حلقه دسمه جدا. بداناها بحلقه على الصحافه وعلى اخر الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه وازاي ننهض بالرياضه المصريه، وطبعا نهيناها بماتش الاهلي والترجي المرتقب بكره، لكل جماهير الاهلي دلوقتي بتقول يا رب الاهلي يكسب بكره بسكور مريح كمان، وان شاء الله يكسب ونعدي، وان شاء الله تبقى البطوله من نصيبنا ونصيب كل الجماهير اللي هتستاهل كل حاجه حلوه. الجماهير الاهلاويه نورتوني وشرفتوني، ودايما تصبحوا على خير.